السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. طيب، عملت من يومين حلقة مع نصر يحيى وكيل القندوسي، والحلقة الحقيقة كان ليها صدى كويس وكان ليها محاربة كبيرة، كان ليها صدى كويس وكان ليها محاربة كبيرة. معرفش ليه محاربة، رغم أن هو الراجل لم يتجاوز بحق أي شخص، بل بالعكس طلع النادي الاهلي من الخناقه وشكر جدا الاهلي واشاد بقراره. فقعدت افكر، هو القصه دي بتتحارب ليه؟ ايه الموضوع؟ هو الموضوع ده مضايق مين؟ الموضوع ده مزعل مين؟ الراجل لعب اخد عقاب على التصريحات التلفزيونيه ومرضي، وكيله مرضي بقرار النادي الاهلي، النادي الاهلي اخد القرار المناسب، النادي الاهلي شاف ان في خلل في حته دون وجود ادانه، حل اللجنه او اعاده هيكله اللجنه من جديد، كل واحد اخد حقه بدون الدخول في اي حاجه ولا المساس باي حد ولا التجاوز في اي حد، مين زعلان؟ ففوجئت حضراتكم ان بعد الحلقه كده بشويه بعض اللعيبه بيكلموني بيحكوا لي مواضيع، يا كابتن انا في النادي الفلاني عندي قصه الفلانيه. ايه ده؟ انا بحلم ولا ايه؟ يا كابتن انا في النادي الفلاني مع فلان الفلاني وحصل كذا كذا، يا كابتن اداره النادي الفلاني عملت فيا كذا. طب يا ابني تطلع حضرتك تتكلم؟ لا يا كابتن والنبي بعدنا، انا بديك الحاجه وانت كده ايه عيش فيها، وانت كده عيش فيها. فقعدت افكر كده مع نفسي، هي ليه اللعيبه خايفه كده؟ هو اللعيبه ليه رجليها بتخبط في بعض كده؟ هو الناس دي جامدة قوي كده واحنا مش اخدين بالنا ولا ايه؟ لحد ما لقيت حد بيكلمني من وكلاء اللاعبين، وكل مكان وكل قطاع في كويس في الصالح وفي الطالح، يعني عشان الناس ما تقولكش اتعمم ولا الناس دي ولا اصلا ما اتكلمش على جماعه، انا بتكلم على الموقف اللي حصل معايا. يا كابتن والنبي انت الموضوع ده والقصه وبتاع واتفتح والناس دي ما تسمع لهمش، فأخذ مني اللي فيه النصيب، يعني هو يعني هو واضح ان هو طلب النمره غلط او في قصه، فيعني شاف اللي هو عمره ما شافه في حياته. واستغربت قوي ان الموضوع يبقى كده، وان هو يبقى عنده قناعه ان ممكن اكلم ده واكلم ده واكلم ده، لحد ما فوجئت بمدرب مش موجود دلوقتي في الدوري المصري بيدرب، فبيكلمك كابتن بتاع سيف حبيبي بتاع القصه الحكايه رواها ماذا بعد اصيق، يعني اوصيك خيرا بفلان، تعرف ان هو حبيب اوصيك خيرا. فقلت له يا كابتن انا كنت بكن لحضرتك كل احترام وتقدير، بعد اذنك ما تطلبش النمره تاني. ايه ده انت جمعت ايه فهمت؟ قلت له الحديث خلص وانتهى، الحديث هنا خلص وانتهى. ثم ابتديت بقى امشي كده ابحث، هو ايه الملف ده يا جماعه؟ هو الملف ده ايه الموضوع؟ الملف ده طلع هو الاهم الاهم في الكره المصريه، في مشروع الكره المصريه الملف ده هو الاهم. عايزين حضراتكم تطهروا الكره المصريه، عايزين حضراتكم يبقى فيه صناعة كرة مصرية ناجحة، هو الملف ده. احنا بمنتهى الصراحة احيانا نروح على الغلبان اتحاد الكورة، وانا اقصد ما اعنيه، يعني ما عندوش جماهور، ما عندوش جمهور، ما عندوش حد، ما عندوش بتاع، ما عندوش وكلاء لعيبة يعني هيظبطوا ناس ترد عليك على السوشيال ميديا وكده، ما عندوش حاجة، ما عندوش حاجة، وانتقد زي ما انت عايز. لكن الموضوع ده مش بتاع اتحاد كورة بس، لان مهما اتحاد الكوره حط لوائح جايه له من الفيفا او قصص او 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 او، الموضوع ده حضراتكم بتاع ثلاث جهات. اللاعب اللي بيفرط في حقه وبيخلي واحد يشتري ويبيع فيه ويمضي على بياض ويمضي لده بنص عقده ويمضي لده مش عارف ايه، طبعا جزء كبير الحاجه، يعني جزء كبير، مش كل اللعيبه بتاخد 7 مليون و8 مليون و5، يعني في لعيبه ظروفها، فما يخش يقول له انا هجيب لك كذا واظبط لك انا من نادي، ما هو ماسك كل حاجه.
ما هو وكيل اللعب احيانا ماسك كل حاجه، مهندل مع الاداره ومهندل مع المدرب ومهندل مع حاجه. مين اداله السلطه دي؟ مين خلى الصناعه دي؟ حاجه مش موجوده في العالم كله، مش موجوده ان اشوف وكيل لعيبه قاعد في اوضه لبس، ولا وكيل لعيبه داخل بيتكلم مع مسؤول كبير في دي مش موجوده. انا سمعت الكلام ده مؤخرا في ال 48 ساعه اللي فاتوا. انديه صغيره على انديه كبيره على انديه، وفي انديه طبعا ما فيش الكلام ده عشان برضه تبقى الامور واضحه. لكن الوضع اللي بيحصل ده وضع غلط، وضع غلط. انا كنت فاكر ان القصة موقف، وانا مشكلتي ان عندي طريقة يعني ضميري بيأنبني قوي في اي اسم، فاطلع باي موقف فاتبح بني ادم، حتى لو اللي جاي ده هيتكلم اقول له بعد اذنك اسامي لا، لان الراجل مش قاعد يرد، ولو انت قلت الاسم لو رد بكرة خلصت القصة، هيقعد 24 ساعة يكون خلص. فما عنديش القصة دي يعني، الحمد لله بفضل الله ما عنديش، وده منهجي ودي طريقتي، تزعل ناس تبسط ناس، المهم في الآخر بعامل فيها ربنا. لكن أنا بقول لحضراتكم، بقول لحضراتكم طول ما اللعيبة بتسيب حقها للناس دي وتخليها ماسكاهم من رقبتهم كده، طول ما قدرات النادي بتسلم اللعيبة تسليم أهالي أهو، تسليم كده لأي حد. وانا فوجئت بالكلمه دي، الكلمه دي كلمه وكيل لعيبه دي تنطبق على اللي معاه رخصه واللي محوش واللي متقيد واللي محوش واللي واللي واللي. طب هو الراجل ده عليه واجبات؟ اه عليه واجبات. ايه؟ خد يا عم فلوس زي اي واحد في العالم، زي رامي مع صلاح، زي حد. هندل اللعيب ده وهندل له اعلامه وهندل له قصته واشتغل عليه بعد كده. على فكره في ناس كويسه، في ناس في وكلاء لعيبه كويسين بيشتغلوا الشغلانه، حافظوا على اللاعب وياخد منه نسبه محترمه، نسبه طبيعيه، وما يلويش ذراعه ويهندل معاه بعد كده ويهندل اموره ويهندله من نادي لنادي. وفي ناس مسيطره على القصه كلها، مدرب ولاعب واداره. هل ده ينصلح الحال؟ هل ده عدل؟ هل ده عدل؟ لا نلوم الا انفسنا. القصه دي ملهاش حد يتدخل فيها، اداره الانديه لازم تحس ان ده غلط، ولازم حضرتك يبقى في ستار ما بين الاداره، ما بين المدير الرياضي، ما بين وكيل اللعيبه، ما بين اللاعب، ما بين اللاعب. كل واحد يبص في ورقته، مفيش تدخلات، مفيش وكيل لعيبه بيكلم مدرب ده يلعب لعيبه عشان نبيعه عشان عشان عشان. اللاعب هيبص لك ازاي كمدرب؟ واحنا مجتمع قد كده، قد كده يعني. النهارده بتقول بتسلم على حد، تاني يوم كله بيسمع. أنا بتكلم في العموم أهو عشان الأمور تبقى واضحة. أنا على استعداد إن أنا أعرض أي موقف لو أي لاعب عايز. حتة أنا بقول لك يا كابتن واتكلم وما تقولش اسمي، أنا ما سمعتش حاجة. بس أنا قلت برضو عشان أدي جهاز إنذار لإدارات الأندية وللوكلاء وللناس اللي شغالة بالسيستم ده. امشي عدل يحتار عدوك فيك، لأنك لو استمر الوضع كده كله هيزعل جامد. اهو كله هيزعل جامد عشان تبقى الامور واضحه. اللهم بلغت، اللهم فشت. الموضوع التاني عجبني قوي 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 قوي، محمد رمضان عجبني ليه؟ هقول لكم عجبني ليه. بس الاول نروح سريعا نطمن على منتخبنا الوطني مع زميلنا خالد رزق. يا خالد مساء الخير. كل التحية ليك يا كابتن سيف، وتحياتي لكل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان من موريتانيا، واجواء وكواليس عن مباراة منتخبنا الوطن المصري امام منتخب موريتانيا. خلينا نقول يا كابتن سيف يعني ان اللاعبين على اتم استعداد. النهارده كان المران الساعة 4 بتوقيت موريتانيا، طبعا هناك ثلاث ساعات فارقة بين موريتانيا وبين مصر، احنا سابقين بثلاث ساعات. كانت المران النهارده الساعة 4 عشان يكون في نفس الاجواء والتفاصيل بتاعة بكرة ان شاء الله في المباراة. وايضا درجة الحرارة يمكن في شويه رطوبه، ولكن النهارده كانت درجه الحراره 35، بكره هتكون درجه الحراره 36. الجو يعني مقبول في موريتانيا، مش حر بدرجه كبيره او رطوبه عاليه بدرجه كبيره تعوق لاعبي المنتخب المصري ان هم يؤدوا اداء كبير. ولكن طبعا تفاصيل الملعب والنجيل الصناعي، يمكن الملعب ملعب عدد المدرجات او الجمهور هيكون حاضر فيه تقريبا 8000 مشجع. هناك يعني اقبال كبير جدا من الشعب الموريتاني على هذه المباراه، كلهم عندهم سعاده كبيره بوجود يعني منتخب مصر في موريتانيا، وكان عندهم
عندهم كمان يعني احلام كبيره ان يكون النجم العالمي محمد صلاح يكون موجود ومتواجد في الملعب وكان يشوفوه على ارض الواقع، ولكن طبعا عدم تواجده كان عامل حاله من الحزن. ولكن اللي عجبني في الموضوع كابتن سيف ان الشعب في موريتانيا هنا متابع جيد جدا لقناه اون تايم سبورتس ومتابع جيد جدا للرياضه المصريه وكره القدم والانديه المصريه، عارفين اللعيبه، عارفين لعيبه الانديه المصريه بشكل كبير جدا. وكان هناك طبعا تهافت من عدد كبير من المتواجدين لالتقاط بعض الصور التذكاريه مع لاعبي منتخبنا الوطني المصري. كمان الشعب هنا في موريتانيا شعب مضياف وشعب طيب جدا وعندهم عشق للمنتخب المصري. عديد من الجمهور اتكلم معايا وقال لو منتخب مصر كسب او موريتانيا كسبت مش هنكون زعلانين، احنا اشقاء واخوات واكيد روح طيبه بنشوفها هنا في موريتانيا. كمان في مران النهارده يمكن كابتن حسام حسن كان حريص على اول حاجه اللاعبين عملوها اول ما دخلوا ارض الملعب للتمرين ان هم نزلوا بالكوره، كل اللعيبه بتجري في ارجاء الملعب كامله بالكوره، بتمشي الكوره، بتحاول تاخد على ارضيه الملعب. طبعا النجيل الصناعي شويه بيكون مختلف عن النجيل الطبيعي، بيكون اللعب عليه اصعب شويه كمان مع درجات الحراره العاليه، بيعمل سخونه جامده جدا في الرجل، ولكن لاعيبه منتخب مصر عندهم خبرات تكفي ان هم يكونوا ظاهرين بصوره جيده. طبعا المران كمان كان بيشمل بعض النظام الدفاعي وبعض نظام الهجوم والهجمات وبعض الكرات الثابته والعرضيات اللي كان كابتن حسام مركز عليها بصوره كبيره جدا. وطبعا انتهى المران بركلات الجزاء اللي كانت يعني فيها توفيق كبير جدا من محمد عواد واحد من حراس المرمى اللي النهارده تصدى الاربع ركلات جزاء متتاليه ورا بعض، ولكن في منافسه قويه جدا بين كل اللاعبين وكل لاعبين على ما يرام. طبعا يمكن كان في عدد من اثنين لعيبه وهم محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي كانوا بيتمرنوا تمرين جانبي مع باقي المدربين، ولكن برجوع للجهاز الطبي واطمئنيت على اللاعبين ان اللاعبين سلام وجاهزين 100%، ولكن بعض التاهيل البدني للاعبين عشان يكونوا موجودين بصوره جيده. طبعا السفر مع لعب المباريات مع الاجواء هنا فبيكون في احمال شويه مع درجات الحراره والملعب النجيل الصناعي، فكابتن حسام يعني حريص جدا على كل لعيب ان هو يكون على اتم استعداد، يكون كامل فنيا ونفسيا وبدنيا لهذه المباراه. النهارده كان اللاعبين متفوقين جدا في الشكل داخل الملعب، هناك منافسه كبيره جدا، اللاعبين عندهم طموح كبير طبعا بان هم يكون في نتيجه ايجابيه بكره ان شاء الله. مش هنتكلم على التعادل كنقطه ونقطه تخلينا نصعد ونضمن خلاص التاهل، ولكن كان هناك تركيز من اللاعبين على ان هم يفوزوا بالثلاث نقاط ويكملوا اول مجموعه ويصعدوا ويضمنوا الصعود بكل تاكيد. طبعا بعد المران رجع اللاعبين على فندق الاقامه وكان هناك يعني عشاء للاعبين بالقاعه المخصصه للاعبين في الفندق، وبعدها طبعا اتجه اللاعبين الى غرف النوم، هيكون في زي سناكس خفيفه الساعه 9 يعني كمان شويه يكون في سناكس خفيفه للاعبين، وبعدها خلاص كل لاعب يقدر ان هو ينام ياخد راحته لغايه ثاني يوم. يعني كابتن سيف حتى هذه اللحظه دي الاجواء الكواليس واستعداد منتخبنا الوطن المصري في مباراه الغد، وان شاء الله كل التمنيات بالتوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله بكره. عايز اسالك سؤال برضو مهم، يعني ليه كان تريزيجيه النهارده وحمدي فتحي كانوا بيتدربوا يعني لوحدهم تدريبات منفرده؟ سمعنا خالد؟ برجوع للجهاز الطبي بقياده دكتور محمد ابو العلا اتكلم معايا ان اللاعبين ما عندهمش اصابه او ما عندهمش اي شيء، ولكن بيكون في بعض الارهاق عند اللاعبين، فاللاعب يعني كان بيحس ببعض الارهاق الخفيف، فالكابتن فضل ان هو يكون بيشارك، يعني بدا في بدايه المران بصوره خفيفه وبعدها كان في بعض الجري بالكوتش العادي مش الستارز كمان بتاع الكوره، لان طبعا النجيل الصناعي يعني الكوتش بيكون احسن عليه بحيث ان اللاعب ما يكونش عنده اجهاد يزيد او يكون في اي شيء يودي الى اصابه لا قدر الله، فكان حفاظا على اللاعب وهو عمليه تاهيل. ده الكلام اللي دكتور ابو العلا اتكلم فيه عن الاثنين لاعبين سواء حمدي فتحي او محمود حسن تريزيجيه، ولكن قال لي صراحه ان هيكون اللاعبين جاهزين لو كابتن حسام حسن احتاج اي لاعب فيهم للتواجد في المباراه هيكون اللاعبين جاهزين هم يشاركوا في المباراه بصوره طبيعيه. طب ابرز معالم التشكيل من وجهه نظرك خالد؟ هو التشكيله كابتن يعني مش هيخرج عن المباراه السابقه طبعا بغياب محمد صلاح ومصطفى محمد، اسامه فيصل النهارده كان بيشارك مع التيم الاساسي يعتبر في الملعب، ابراهيم عادل ممكن نشوفه متواجد في مباراه الغد، صابر هيكون موجود في منتصف الملعب ممكن مع مروان، ولكن باقي التشكيل كالباكات عيد او حمدي والمساكين او حارس المرمى الشناوي طبعا ومساكين منعم ورام ربيعه، كل التشكيله هيكون زي ما هو. عمر مرموش كان في المران
الاخير في القاهره على ملعب زد بالتجمع الخامس، كان راح دكتور ابو العلا وكان في لقطه ليه ان هو موجود مع دكتور ابو العلا، ولكن بسؤال ليهم هو ما كانش بيعمل اي حاجه في رجليه او شيء، ولكن كان بيربط ايديه عشان كان الاصابه اللي كانت عنده من قبل كان بيربط ايديه، ولكن جاهز بصوره طبيعيه جدا بشكل كبير، ومن المتوقع ان يكون موجود بكره بصوره كبيره جدا. يمكن كمان بكره طريقه اللعب ممكن هتختلف عشان الملعب والجمهور والضغوطات ودرجه الحراره، ممكن هيكون في تركيز في الجوانب الدفاعيه في منتصف الملعب، هيكون في لعب على المرتدات او على الكرات العرضيه هيكون فيها تركيز كبير. طبعا لو منتخبنا الوطني المصري قدر ان هو يحرز هدف في بدايه المباراه هتسهل الامور بالتاكيد في باقي المباراه، ولكن عكس ذلك ممكن يكون صعب شويه او تكون مباراه صعبه شويه، لان طبعا منتخب موريتانيا عنده كوره كويسه وعنده بدني عالي ومتعودين على الملعب، وكان بحديثي مع احد المتواجدين داخل الاستاد في المران النهارده عن ان هل الملعب ده هو الملعب الرئيسي لموريتانيا او نواكشوط، هو قالوا لي لا ده الملعب ده من الاخر بيكون بيلعبوا عليه المنتخبات الكبيره، كل المنتخبات الكبيره بتيجي هنا تلعب في موريتانيا بيكون الملعب ده عندهم فيه صعوبات ان هم يقدروا يلعبوا عليه عشان ما بيكونوش متعودين عليه، ولكن ده بيكون مخصص للفرق او المنتخبات الكبيره تكون موجوده، ولكن هناك ملعب اخر ملعب كبير ملعب قديم في موريتانيا، ولكن طبعا ما تمش اللعب عليه. بشكرك يا خالد، وان شاء الله باذن الله نتابع معاك بكره، وان شاء الله باذن الله دايما متالق. شكرا جزيلا زميلنا خالد رزق. خالد اتكلم برضو على موضوع الأحذية بتاعة اللعيبة، والحقيقة كنت سمعت في القصة دي قصة طريفة جدا من عمار حمدي. عمار حمدي اللاعب الوحيد في مصر، يعني كل لعيبة ما بتجيب جزم كورة جديدة عدد كبير من اللعيبة بيحطوها في المية السخنة عشان الجزمة تطرى. عمار الوحيد اللي ما بيجيب جزمة جديدة بيديها لعمال غرف الملابس والناس اللي شغالة في الملعب يلبسوها يجروا بيها وهم بيحطوا القمع أو بالكور أو الحاجات دي عشان الجزمة تطرى. عمار صاحب فكر لوحده تماما، عمار حمدي الحقيقة بيستعد بشكل كبير جدا، وإن شاء الله بإذن الله يقدم موسم كبير. كابتن محمد رمضان في النادي الأهلي بيفكر إن هو يعمل سيستم نص عليك ونص علينا. ايه ده بقى؟ احنا سمعنا الجملة دي مثلا لو حد عامل عرض، سمعنا الجملة دي مثلا لو حد بيشتري حاجة، ايه نص عليك ونص علينا دي؟ كابتن محمد رمضان بيفكر ان هو يعمل عقد اللاعبين الجدد 50% تاخدهم و 50% بونص. يعني ايه 50% بونص؟ يعني حضرتك عايز جنيه، لا خليه جنيه وربع ما يهمكش، تاخد النص ده هتضمن تاخده، والنص التاني اخدت الدوري هتاخد جزء، اخدت الكاس هتاخد جزء، اخدت افريقيا هتاخد جزء، التزمت في التمارين هتاخد جزء، احرزت اهداف لو انت مهاجم هتاخد جزء، عملت مش يعني اخدت كارت احمر يتخصم جزء، في الاخر هيقوم حاطط لك مجمل اعمالك كده وحضرتك تتحاسب عليه. ودي فكرة مش وحشة، يعني دي فكرة مش وحشة. هو بيحاول بقدر المستطاع ان انا عايز اديك اكبر قدر من حقك والنادي يبقى فيه اكبر قدر من حقه، وعايز يوفر الالتزام بضمانة، عايز يوفر الالتزام بضمانة. كولر مع لاعبي النادي الاهلي. كولر النهاردة كنا زمان بنشوف فيه لقطات كده كولر بيضحك، كل اللقطات اللي بنعرضها بقالنا فتره كولر مكشر، ما هو مفيش حاجه يضحك عليها دلوقتي، ومفيش واحد ممكن يحضر تمرينه دلوقتي يلاقي كولر بيضحك، ولا كولر ولا اي لعيب في النادي الاهلي. كولر النهارده قعد مع اللعيبه قال لهم مش عايز اسمع اسم، انا رايح اخد بطوله، انا هقابل الزمالك في النهائي، لو جه بيراميدز هكسبه، انا مش رايح المشوار ده خالص، انا رايح الاعب فرقه اسمها سيراميكا يوم 20، عايز اكسب، ادي الموضوع، مش هكرر تاني سوبر، ماتش السوبر مش هيتكرر معايا تاني، ده كلام كولر للعيبه. وقال لهم اللي هيأثر معايا في الماتش ده هأثر معاه في الموسم كله، يعني اللي مش هيديني اللي انا عايزه في الماتش ده هيتعب قوي عشان ياخد مكانه تاني، مش هقبل تاني ان انا اكسب قبل ما العب.
مش هقبل. وقال لهم مش هبص على النهائي قبل ما ابص على اول ماتش. انا ما ببصش على النهائي، انا ببص على اول ماتش بس. وافتكروا ان الجمهور الكبير اللي حضراتكم دايما بتشوفوه ده هيكون حاضر بكثافه زي ما كان حاضر في السعوديه في الرياض، هيكون حاضر في دبي في ابو ظبي. كولر وشه زي ما حضراتكم شايفين اهو اهو، مفيش ضحك، هيضحك على ايه؟ ما هو نفسه مخضوض، يعني هو نفسه شاف ان كل الرصيد بيقلب. فهو ده حال النادي الاهلي في الخساره. قال لهم كمان اخر وديه هلعبها امام شباب النادي الاهلي، وهتكون 110 دقيقه على كل واحد ان يقدم اقصى ما عنده، وعلى كل واحد ان هو يحافظ على نفسه، مش عايز اصابات. معناه ان هو موصي بالجديه من جانب شباب النادي الاهلي، يعني هو نازل عايز يعمل ماتش جيد، عارف هو عايز يعمل ايه. كولر بيفكر هو انا ايه اللي مستنيني؟ مكسب سيراميكا واروح اقابل الكسبان من الزمالك وبيراميدز، يعني الزمالك او بيراميدز، الزمالك او بيراميدز، وبعد كده اشوف القصه، ولا هناك مفاجاه اخرى، ولا يحصل مفاجاه كبيره واخسر من سيراميكا، ولا اطلع النهائي اقابل الزمالك اكسب فالامور تضحك معايا، ولا اخسر فالدنيا تبقى صعبه، ولا بيراميدز هو اللي يجيلي وبدل ما ابقى كسبان مرتين على التوالي يبقوا ثلاثه، ولا اخسر من بيراميدز وبيراميدز يبقى كسب، اخد المركز الاول ولا الرابع، اخد المركز الاول ولا الثاني، هلعب الاول والثاني ولا الثالث والرابع. اتحدى حضراتكم ان واحد يكون عنده اجابه على السؤال، اتحدى. الطبيعي الطبيعي اهلي وزمالك في النهائي طبيعي، بس مش الطبيعي دلوقتي، هو الطبيعي بحكم التاريخ والجماهيريه. ولكن بيراميدز حدث ولا حرك، سيراميكا مع الرمادي بالصفقات جاي باحلام وطموحات كبيره، فكل شيء في النهايه وارد. يا 90 دقيقه، 90 دقيقه تخليك تروح تلعب على الاول والثاني، ولا ترجعك على الثالث والرابع. هل احنا مستنين اهلي وزمالك في النهائي، ولا اهلي وزمالك على الثالث والرابع، ولا زمالك لوحده في النهائي امام بيراميدز، ولا اهلي لوحده في النهائي امام بيراميدز، ولا زمالك امام سيراميكا؟ مين امام مين؟ فين بيودي على فين في النهايه؟ ولا تعرف، كل الورق مفتوح. كولر ما بيفكرش غير في حاجه واحده بس، ماتش سيراميكا عديه، شكرا، اقفل الصفحه واقفل الكوس. طب الزمالك بيفكر في ايه؟ حاجه واحده بس، ماتش بيراميدز اعديه. ومطب الحقيقه الزمالك اصعب بكتير، وكل التقدير والاحترام لفرقه سيراميكا، ولكن بيراميدز سكواد كبير جدا جدا، ماتش تقيل جدا جدا جدا، ماتش تقيل جدا 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 جدا. زمالك فريق كبير وجايب بطموح كبيره بعد السوبر الافريقي، وعنده لعيبه الحقيقه على مستوى عالي، بس يبقى الفرقه الكبيره اللي هيدي الغلبه او هيرجح الكفه شويه قبل المباراه هو جمهور نادي الزمالك. لان زي ما انا شايف حضراتكم كده في المباراه الاولى، جمهور نادي الزمالك هيملى الملعب، وجمهور النادي الاهلي الناحيه الثانيه هيملى الملعب. فالنهارده بيراميدز وسيراميكا بيلعبوا الاهلي بجمهوره والزمالك بجمهوره. وما ادراك الاهلي بجمهوره عامل ازاي، وما ادراك جمهور الزمالك عامل ازاي مع فرقته. فانت النهارده بتواجه ايضا فريق صعب. هل الزمالك النهارده بعد الفرحه، بعد نشوه الفرحه، بعد معرفه المكسب، بعد الاحتفال الرائع، بعد ما جمهوره داق حلاوه المكسب ولاعيبته داقوا حلاوه المكسب وفوز البطولات، هل النهارده لقى السكه؟ عارف يقفل على نفسه؟ عارف يلعب 90 دقيقه بضغط؟ هل الاهلي يرجع تاني ويقول لجمهوره 90 دقيقه وعدت، انسى بقى اللي فات مات، انا جاي بتاع بطولات مش تصريحات، انسى الموضوع. اعتقد ان كل المعسكرات، كل المعسكرات واقفه على طراطيف صوابعها. يعني اوعوا تفتكروا ان في معسكر بيتقال فيه نكت، لا،
كل معسكر الاهلي انا رايح اخد البطوله، بيراميدز ما تضيعش وقتك، الزمالك مش هفرط فيها، واللي مستخبي ورا سيراميكا رايح للمره الثانيه على التوالي ويقول لك المفاجآت وارده. ليه ما اكسبش؟ ليه ما انا بكسب في الدوري وبكسب ماتشات الدنيا قريبه، ما ادوس 90 دقيقه والعب. انا السنه اللي فاتت سيراميكا كان حاضر في السوبر وعمل ماتش صعب جدا 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 مع النادي الاهلي، النادي الاهلي خلص بهدف، وبيراميدز جاي بطموحات كبيره، اعلى سكواد وعامل افضل انتقالات وجاي عنده ورق كتير جدا، ليه ما العبش واكسب؟ ليه ما اروحش في النهائي؟ فاعتقد ان الامور هتبقى صعبه جدا. طيب ناخد الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. احمد مساء الخير. الله يخليك يا تنسيب، مساء الفل، وحشني، ازي حضرتك؟ الله يخليك، انت اخبارك عامل ايه؟ تمام، اخبارك ايه؟ كله كويس؟ تمام الحمد لله، يا رب الحمد لله يا رب دايما. الله يخليك. ايه رايك في حفله انغام؟ جميله جميله جدا جدا جدا، يعني على فكره ما كنتش من محبي انغام او يعني من متابعي انغام، ازعل منك بس بص طلعت يعني ضيعت كتير من عمري. لا 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 غلط يعني. انا في الحته دي ازعل منك على طول. اه لا لا عندك حق، لازم تزعل يعني. دي الحفله الوحيده اللي بروحها. اه لا حفله حاجه عظيمه والمكان رائع، المتحف الكبير حاجه مشرفه، لا حاجه جميله. لا المتحف الكبير ده مشروع في حته تانية خالص بصراحه، خالص حاجه خالص. لا وبعدين بتحس ان مصر بخير لسه، مش كله بقى قبح واغاني شعبيه ومهرجانات، لا لسه في ناس بتتذوق الفن يعني. الحقيقه حاجه يعني حاجه تدعي للفخر، والحقيقه تنظيم رائع من المتحده برضو. جدا جدا، لا تنظيم اكتر من رائع. نخش بقى على الزمالك ونسيب انغام، يلا بينا. طيب في البداية يعني موضوع القيد، هل موضوع القيد هيتحل؟ موضوع بسيط، هل الزمالك مستني فعلا صفقات؟ الله يكون في عون إدارته بصراحة في موضوع القيد ده، أنا قلته أكتر ما طلعت هوا. بص احنا عارف معتادي وقف قيد يعني للأسف الشديد، دي يمكن المرة الرابعة ولا الخامسة مش متذكر، لكن هي معمول حسابها يعني. هو الفكرة إن لما يجي وقف، هو حتى الآن ما فيش حاجة رسمي جد ومتوقع إنها تيجي بس اي وقت، ولما تيجي هيحصل زي مفاضله بقى بين الاولويات يعني. لو في صفقات هنضطر لرفع القيد عشان نعيد الصفقات، لو في اولويات ثانيه مستحقات لعيبه او امور اخرى ممكن يؤجل ليناير. فالملف لسه يعتبر مفتوح لحين يعني الاستقرار عليه، او لحين يمكن اخر ميعاد القيد المحلي يعني. لكن هو الزمالك قريب من فتحه يعني، لو في صفقه كويسه الزمالك هيفتح القيد ان شاء الله. ماشي، يعني زي ما انا قلت امبارح والله يكون في عونكم، هل ده اخر حاجه ولا لسه في حاجه في الدرج؟ هو في باتشيكو لسه المفروض. فانت المفروض ان هو لغايه 31/10 برضه هيبقى في حاجه ليها علاقه بالقيد مع باتشيكو. يا نهار ابيض. طب هو باتشيكو ده كانت علاقته قويه بالزمالك، ما الامور ما تتحلش معاه ودي؟ والله حاولنا يعني، احنا نعتبر المفروض ان هو اتحكم له بالمبلغ الفعلي اللي هو تقريبا 500,000 دولار او يورو. هو كان بيطالب بباقي عقده كله، فهو طعن في الحكم واحنا طعننا برضه في الحكم. ففي حاله تأييد الحكم نفسه هيبقى في حدود 500,000 دولار، ودول مستحقات للراجل نفسه يعني، دول فعلا فتره هو اشتغلها وما تفقدش عنها الراتب بتاعه. لكن برضه ده مطعون فيه ومطعون في، وهو بيطعن برضه في حكايه ان هو عايز اجمالي التعاقد بتاعه. المشكله ان انتوا الدولارات دي كلها بتجيبوها منين احمد؟ ربنا بقى. اعمل ايه طيب؟ والله في لجنه تنميه موارد طبعا بتشتغل على الملف ده تحديدا لتوفير الموارد، سواء بقى الدولاريه او السيوله النقديه العاديه. وزي ما قلت لك اي فلوس بتيجي بتتحط بالاولويه الترتيب الاهميه. هل الصفقه الجديده الانجليزي ايجاريه هل مكمل ولا خلاص الموضوع سرق؟ لا الموضوع اتقفل خالص. ايه السبب؟ السبب ان كان في اتفاق ان اللاعب ياخده على الاختبار 10 ايام واختبار طبي شامل. اللاعب بدأ في الاختبار الطبي وبدأ لعب شوط في مباراة، وجي فجأة يوم السبت اللي المفروض كان تاني يوم عنده مباراة زد تقريبا كان هيلعبها برضه بس المفروض كاملة، اللاعب اعتذر وقال ان هو لا يعني يتوقعه معايا يا اما سافر. فطبعا ما كانش ينفع نوقع معاه غير لما يختبر بشكل كامل. فعادي تم يعني تسوية الموضوع بالتراضي ان لا ده مش هيمشي معانا او مش ده الاتفاق، وتراضينا وهو سافر رجع بلده يعني. طب وكان برضو في الأزمة اللاعب الجابوني، هل وصلتوا لحاجه فيها قرار شكوى رسميه؟ خلاص يعني خلال ايام هيتم تقديم الشكوى الرسميه بناء على الموقف الجديد يعني. احنا قبل كده الناس كانت بتلوم انتوا ما اشتكيتوش، فهو ما كانش في حاجه قويه تستدعي الشكوى في الاول.
غير ان اللاعب ما نفذش التعاقد بتاعه. لكن دلوقتي طبعا الموقف القانوني بقى اقوى، ان في لاعب وطلب بطاقه دوليه وهيبدا يلعب من حقه يلعب، فساعتها هو واخد بطاقه بيلعب بطاقه قديمه ولا طالب بطاقه مؤقته؟ ما عنديش المعلومه لان احنا لسه مش طرف لغايه دلوقتي، لكن هو المتوقع ان الاتحاد الدولي هيديله بطاقه ايا كانت بقى مؤقته او دائمه. بس الطبيعي في المواقف زي دي بيتصرف او بيصدر للاعب بطاقه لحين الفصل في الامر القانوني. ولغايه النهارده الفيفا ما يعرفش حاجه عننا، يعني الزمالك حتى الان قدام الاتحاد الدولي لسه مش طرف في اي حاجه. هو الاتحاد الدولي الصوره عنده ان في لاعب نادي روماني طلب بطاقته الدوليه وانها عند الاتحاد المصري، فهيصدر بطاقه مؤقته او سواء دائمه وبرضه حاجه ترجع للاتحاد الدولي، ويبدا بقى يتلقى الملف القانوني في صوره شكوى من نادي الزمالك مدعمه من الاتحاد المصري لكره القدم. الونش صحيا كويس؟ الحمد لله هو ماشي في البرنامج الصحي بتاعه كويس جدا، بس طبعا المره دي فيه يعني حذر شديد من العوده او التسرع في العوده للملاعب. هو سافر المانيا واطمن الحمد لله ان الامور ماشيه كويس، لكن برضه لسه قدامه وقت لغايه ما نقدر نقول ان هو يعني هيشترك في المباريات، خوفا عليه طبعا. الونش يعني احسن مدافع من في افريقيا وقيمه كبيره واحنا محتاجين له جدا جدا يعني، لكن سلامته اهم طبعا. ودونجا؟ بص دونجا يعني بنسبه كبيره جدا لن يلحق بمباراه السوبر الاولى مع بيراميدز. في امكانيه يعني نتمنى انه يلحق بمباراه النهائي مع لو صعدنا ان شاء الله يعني للنهائي انه يلحق بمباراه النهائي. مبروك النهارده فرقه الزمالك للسيدات، عملوا مباراه النهارده كبيره قدام زد. وهارد لك لزد، يعني كانت مباراه انا بصراحه موضوع الكره النسائيه مبسوط جدا من الاهتمام بيه، وده عكس المتوقع خالص يعني. بغض النظر حتى لو الناس هتاخد الموضوع الاول بهزار يعني بشكل فيه دعابه، لكن كويس قوي ان هو محل اهتمام، دي حاجه مبشره جدا. وزيد كان من الانديه الرائده يعني في الكره النسائيه اللي اعرفه ان هو يعني مهتمين بيها جدا، فيعتبر فوز غالي النهارده لسيدات الزمالك. لا فوز كبير وعزيمه كبيره لفرقه الزمالك وروح رائعه الحقيقه. طبعا احمد النهارده شفنا من دقائق كده على الصفحه الرسميه للزمالك السلوجن بتاع اكبر قلعه رياضيه في مصر. تمام. ده هل ده يعني خلاص هيتحط على القناه، هيتحط على في كلام برضه ان هو هيتعمم هيبقى على تيشيرت التسخين في المباراه القادمه؟ بص الموضوع ده خد اكبر من حجمه بشكل كبير جدا يعني، وكان هو دي قضيه القضايا دلوقتي والناس كلها يعني برامج بتتكلم عليه، في ان هو عادي جدا. انا مش عارف فين المشكله يعني، بجد شيء غريب جدا الناس تعترض، واحد يطلع يقول لك لا ده كده ضد مش عارف المنطق والعقل والقانون. ما الموضوع ابسط من كده يا جماعه بكتير قوي. طول عمر الانديه ليها القاب وبتشتهر بيها، من ايام لما الترسانه كانت شواكيش ومش عارف مين كان الحتاوله ومين العناتيج، يعني طول عمر الالقاب بتتوزع ببساطه شديده. اشمعنى اللقب ده اللي مزعل الناس كتير؟ انا مش قادر افهم يعني. انا بيتهيألي النادي الزمالك كمان تمسك بيه بعد صداه يعني. انا هو التصريح كان معايا انا وابراهيم عبد الجواد مع الكابتن حسين وهاني شكري. مظبوط. فهو كان عفوي يعني، انا حسيت حتى الناس بعد كده قالوا للكابتن حسين لبيب يعني التصريح ده جه بعديه جمله ان اللي ما يقولش كده يبقى مش فاهم يبقى اصل. وهو الكابتن حسين الحقيقه من الشخصيات المحترمه، بنقول له كل سنه وانت طيب على عيد ميلاده النهارده يعني. برضه كان تحت ضغوط كتيره قبل الماتش، فعايز شاف ان ناس كتيره هجمته فعايز يقول قصه، فممكن ان حرف ايه يعني يطلع مش في حتته او مش مكانه. بس الجزء الاولاني انا معاك فيه ان هي جمله ملهاش علاقه، انا شايف ان ده احسن نادي. لا بص حتى الجزء الثاني، بص انت في كلام دارج عندنا في اللغه، عارف يعني ما بيفهمش ومش مقصود طبعا بيها الاساءه لاي حد. لكن احنا في كلام دارج انت بتستخدمه اللي هو انت لو قلت كذا تبقى ما تعرفش حاجه كده يعني، هي كلمه دارجه هو طبعا مش هي المقصود بيها الاساءه لحد يعني. هو اكيد انا ما هو الحق الاعتراض، عشان كده حتى الزمالك اما عمل يعني اما الجمله تداول بعد كده تقول الجزء الاولاني، لان الجزء الثاني كل نادي عنده السلوجن ده بتاعه يعني. روح لاي اهلاوي هيقول لك ده احسن نادي في العالم، روح لاي زملكاوي يقول لك ده اعظم نادي في الكون، روح لاتحاد السكندري سيدي البلد اسمع يعني وضع عادي يعني. بالظبط. انا ما فعلا والله مش عارف فين المشكله، وخد مساحه كبيره من كل البرامج والاعلام الرياضي بشكل مبالغ فيه جدا يعني. هل 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 المساحه اللي خدها اعلاميا دي هو اللي خلى الزمالك يحطه على الصفحه او على التيشيرت؟ بص انت يعني فاهم اعلام كويس. طبعا هو المساحه دي خلت فعلا السلوجن يتردد بقوه شديده جدا، فواضح ان هو ممكن يبقى ثابت بعد كده. هل ممكن يبقى على التيشيرت التسخين بتاعت فريق الزمالك مباراه السوبر؟ نعم فكره ممكن تتطبق، ما فيش يعني احتماليه تطبيقها وارد، ما فيش مشكله.
لكن هو اعتقد ان السلوجان نفسه خلاص ارتبط بشكل كبير باسم نادي الزمالك. هو رقى نفسه وراح مع جمهوره. بالظبط كده. انا فرق نفسه. عارف رقى نفسه وبقى رقم واحد مع الجمهور. ايوه بالظبط، هو رقى نفسه وجاب زبونه زي ما بيقول يعني. صح. انا والله العظيم انا لما قعدت افكر قلت كده، يعني هو الكابتن حسين حدف كذا حاجه، هي دي اللي جابت فخلاص، مش هي دي جت خلاص احنا بقى ايه هنطيرها، وده وضع في الماركتنج. وعلى فكره كابتن حسين بيقولها من قبل الانتخابات، والله لو رجعت حواراته وحديثه كلها وبيقول السلوجن ده من قبل. أيوة ما قبل الانتخابات. ايوه صح. فما اعرفش ايه اللي سخن الدنيا الايام دي او حسس الناس ان هو يعني وكان مقصود بحد، هو كل واحد شايف فريقه اعظم فريق في الدنيا يعني. صح. السلوجن ده مع السوبر الافريقي مش ما حطش ضغط زياده على فرقه الزمالك قبل السوبر المصري؟ لا بص، اصل اللعيبه المحترفين بيبقوا متعودين على الكلام ده يعني، يعني الناس اللي متخيله برضو ان لسه في افراح واحتفالات، لا خلاص اللعيبه في حاله تركيز كامل وان شاء الله يكونوا يعني مستعدين كويس وخلاص. هي بطوله غاليه جدا طبعا سوبر القرن، وبطوله كانت غاليه، لكن اللي جاي برضو مهم يعني، احنا لسه في بدايه الموسم يعني. خلي بالك ان انت البطولات اللي جايه من جانب الاهلي والزمالك هتلاقي افراح وسلوجنز ياما ياما. والله حاجة حلوة على فكرة. يعني اللي هيكسب البطولة الجاية هتلاقي بقى سلوجن طاير، قصة مختلفة على فكرة. طول ما هو في الإطار، طول ما هي حاجة أنا مبسوط وأصحابي الأهلاوية طول النهار نهزر مع بعض ونحاند في بعض، روح جميلة وحلوة، وأتمنى بس إن هي ما تخرجش عن يعني نطاق الروح الرياضية، لكن هي حاجة جميلة إن يبقى عندنا المناكفة دي والهزار ده. لا طبعا حاجة جميلة وشعور طيب ما بين الناس، ويفضل كده إن شاء الله. بعض الناس تقول لك إن السوبر المصري ده أجواء وظروفه خلته الأهم في التاريخ، يعني الأهلي رايح ما عندوش احتمالات، الزمالك رايح عود جمهور على المكسب، بيراميدز سكواد كبير جدا، سيراميكا طبعا عنده احلام وطموحات، يعني كل الناس. وبعدين مش بطوله بقى انا رايح لك في 90 دقيقه جاهز هكسب فهكسب البطوله، انا مش عارف حتى افكر ان انا هقابلك. بالظبط. لا يا بص، هي السوبر افريقي خدم السوبر المصري خدمه كبيره جدا، عامل اجواء حماسيه كبيره جدا. لو تفتكر السوبر المصري السنه اللي فاتت كان المدرجات فاضيه تماما، طبعا كان يعني غياب الزمالك فرق طبعا في روح المنافسه طبعا، لكن عامه حتى اعلاميا او جماهيريا ما كانش في اي صدى او يعني اهتمام زي اللي موجود للبطوله السنه دي. خلي بالك الزمالك والاهلي ينكفوا بعض، ولو واحد منهم غاب التاني يدور عليه طبعا، يعني لو حد غاب يقول لك ايه يا عم لا، طب ما الزمالك يجي والجمهور واللقطه. انا ما اعتقدش ان الاهلي استمتع او يعني كان بالنسبه له السوبر المصري السنه اللي فاتت ليها قيمه كبيره في غياب الزمالك يعني. طب اكيد ده 100% يعني، 100% اصلا ماتش الاهلي والزمالك ده بطوله. عارف الماتش الاخير ده في السعوديه، ما تنزل الملعب احمد وتبص على الملعب على جمهور الاهلي والزمالك كده، ايه العظمه دي يعني. سيبك من الماتش الفني، حتى الجمهورين نفسهم مشهد، وخصوصا ان الناس كانت قاعده جنب بعض، هو ده بقى المشهد اللي انا اتمناه. لا وعلى فكره الجولات الخارجيه في الخليج العربي وحتى بعد كده لو ينفع اصلا في بلاد خارج الوطن العربي يعني حاجه جميله للمغتربين اللي بره، اللي بيبقوا فعلا متشوقين قوي قوي ان هم يشوفوا الاهلي والزمالك يعني. يعني الفكره دي لو تم تعميمها وتكررت في اكتر من بلد في العالم اعتقد هتبقى ليها صدى كويس قوي. مكسب السوبر اخيرا، انا اسف على الاطاله يعني، مكسب السوبر مكسب السوبر الافريقي من وجهه نظرك اعلاميا غير وجهات نظر ناس كتير؟ يعني مجلس اداره الزمالك ده يعني انتقد كثيرا جدا من ناس كتير، سواء تنتمي للزمالك او ما تنتميش للزمالك، بعد المكسب امور كتير اتغيرت. بص يعني اعتقد ان ده كرم ربنا على مجهودات كبيره جدا اتعملت، وكان لابد من يعني تكريم اعضاء المجلس عليها. المجلس تعرض عضو لضغوط غير عاديه في طول الشهور اللي فاتت من اول تولي المسؤوليه. الظروف كانت صعبه جدا، وكانوا في احتياج للانتصار او لفوز معنوي كبير زي ده. فدي اول حاجه. نفس الكلام اللعيبه اتعرضوا لضغط معنوي كبير جدا، خصوصا قبل البطوله وقبل بدايه الموسم، وكانت نهايه الموسم مش احسن حاجه. فعلى المستوى اللعيبه والجماهير والاداره اعتقد ان السوبر قرن جه في وقته. بعض الناس كتير قوي بتتكلم على موضوع لجنه الكوره وغياب الكابتن حسين السيد. لا اصل هو الناس خلطت ما بين لجنه الكوره وما بين مجلس الاداره، ومجلس الاداره قائم يعني. دائما لجنه الكوره في اي نادي مش شرط تكون مستقله تماما بالكوره، والمجلس ما زال ليه رايه وفي تصويت وفي كل حاجه.
بس هو كابتن حسين السيد معاه ملفات الناشئين برضه والقطاعات الناشئين وامور كتير جدا، وهو راجل ما بيتاخرش في اي حاجه، فمش يعني مش معنى غيابه عن لجنه الكوره ان هو غايب عن الكوره خالص. لكن هو اللجنه تم تشكيلها بشكل يبقى فيها حد مثلا وكانه مالي، حد فني متخصص، حد من اصحاب الخبره زي كابتن طارق السيد، حد يبقى رئيس برضه ليه يعني الكلمه الاولى او الكلمه الاخيره زي كابتن حسين لبيب. لكن مش مقصود خالص كابتن حسين السيد، بالعكس قايم بدور كبير جدا في المجلس. بعد السوبر الافريقي حسيت ان الزمالك اخد حقه اعلاميا؟ في قنوات الشركه المتحده اون سبوت صراحه يعني لا كان في حياد وفي اهتمام كبير بفوز الزمالك بالسوبر. في قنوات خاصه بقى تانية مخصصه للهجوم على الزمالك احنا يعني ما لا تعليق فيما يخصها يعني. ما احتفلوش. لا ده في ده لا احتفلوش، دول في حته تانية خالص دول. قنوات زيزو انا بس يعني عايز اسميها اطلق عليها اسم قنوات زيزو. يعني قنوات كامله مخصصه للهجوم على زيزو. يعني بجميع برامجها يعني، فسميها قنوات ضد زيزو يعني. كل الاحترام للجميع، وان شاء الله باذن الله اللي جاي تفضل الامور اهدى وتفضل الامور اجمل وتفضل الروح افضل يا رب. وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله في السوبر القادم. الله يخليك، شرف بوجودك يا احمد، دايما اشوفك على خير. الله يخليك، وتحياتي للاون سبورت كلها بجد، كانت تغطيه عظيمه في مباراه السوبر الاخيره فعلا يعني. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد سالم. الله يخليك، تسلم، ربنا يخليك. المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك واحد من الشخصيات المحترمه اللي بجنن لها كل احترام، بشكره شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق للزمالك والاهلي وبيراميدز وسيراميكا. احيانا على فكره الحماس ياخدنا كده، واهلي وزمالك وبتاع ونهدي، واحد يقول لك ايه بيراميدز وسيراميكا. لا، البطولة دي بالذات زمالك أهلي أو أهلي زمالك بيراميدز سيراميكا، ما تضيعش وقتك، كل حاجة واردة، وهنفضل نقول كده برضو كله 50-50، الجماهيرية أهلي وزمالك، ولكن في الكورة كل حاجة واردة. كولر النهاردة اتكلم تاني مع بعض لاعبي النادي الأهلي في نقطة مهمة جدا ونقطة فاصلة، قال لهم المرحلة الجاية مش هسمح ولا هبص ولا هنظر للاعب نزل فبيضحك قاعد على الدكه فقلب وشه، لعيب مكشر، لعيب انا ما شاركتش ليه، ده احنا دلوقتي مش في المجال ده ومش في الحته دي، احنا في حته اللي هيلعب يموت نفسه، اللي على الدكه جاهز، شكرا وسلام عليكم واتعشى. اي واحد هيفكر في مصلحه نفسه، انا ما بلعبش ليه، هيجر رجله، اصل الحكايه وشه مقلوب، هيشوف مني حاجه هو ما شافهاش في تاريخ حياته. طيب كابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زاد ونجم الاهلي السابق، كابتن وليد مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير عليك. اخبارك يا كابتن؟ كله كويس؟ كله تمام، كله زي الفل الحمد لله. يا رب دايما. يعني كان عندكم مباراة ودية مع زاد مع الزمالك واتفرجتوا على فرقة الزمالك كويس. رأيك ايه في الصفقات الجديدة وفي اللعيبة؟ يعني طبعا كانت تجربة مهمة بالنسبة لنا في نادي زد، بس طبعا انت عارف يا كابتن سيف المباريات الودية بتبقى يعني النتيجة مش هي الأساس، الحمد لله يعني المكسب بيبقى حلو، لكن مهم جدا بتشوف اللعيبة وصلوا لفين، بتشوف التجانس مع اللعيبة الجديدة. احنا مثلا كنا متمرنين بعد صلاة الفجر تمرينة قوية الناس اللي لعبوا، وبعدين بيبقى في احمال بدنيه، فاكيد نادي الزمالك عامل الكلام ده برضو، لكن كان جيم حلو قوي، نادي الزمالك لعب يعني فول تيم، كل النجوم كانت موجوده، شيكابالا والناصر منسي ومشلاك ومصطفى شلبي، مشلاك ومصطفى شلبي بيشتغلوا بشكل كويس جدا، مستر جوميز جرب حاجات كتير، جرب مشلاك الاول ناحيه اليمين وبعدين وداه في رقم 10 وبعدين وداه شمال ودخل مصطفى شلبي رقم 10، جرب حاجات كتير، ومسلوسي كان موجود وحسام عبد المجيد، عبد الله السعيد طبعا كالعاده يعني متالق عمل مباراه كبيره، وكل النجوم طبعا نادي الزمالك غايب عنه اللعيبه الدوليه وعدد طبعا سيف الدين الجزيري وزيزو وشحاته ونصر ماهر يعني وعمر جابر، في عدد غايب من نادي الزمالك لكن بيستعدوا بقوه. احنا بالنسبه لنا في زد كمان الناس شغاله كويس، احنا في معسكر مغلق وبنستعد برضه للدوري بقوه.
مين من وجهة نظرك مفاجأة الزمالك في السوبر القادم؟ الزمالك الفرقة كلها يعني كلها مفاتيح لعب وكلها مفاجآت، وفي نفس الوقت بتفق معاك 100% ان الاهلي كده كمان وسيراميكا كده وبيراميدز كده، الاربع فرق مستعدين استعداد قوي جدا. لكن من خلال تجربة مستر جوميز لمشلاك في كذا مكان اشتغل بشكل كويس قوي، ومصطفى شلبي بصراحة كان برضو حالته كويسة جدا، الاثنين دول ولكن مشلاك سريع جدا جدا ولعب ناحية اليمين كويس زي ما لعب ناحية الشمال، يعني ظهر بشكل كويس فعلا. يعني شايف من وجهة نظرك هل التشكيلة الأساسية اللي لعب بيها في السوبر الأفريقي هو اللي هيبتدي بيها، ولا ممكن ناصر منسي يكون ليه وجهة نظر أخرى؟ يعني أنا متهيألي إن ممكن مستر جوميز يختار نفس الشكل اللي لعب بيه قدام النادي الأهلي في السوبر، ويبقى ناصر منسي ورقة رابحة على الدكة 100%. إبراد سيف الدين الجزيري وهو جاي طبعا من منتخب تونس اللي لقى هزيمة هارد لك يعني، لكن سيف الجزيري هو الرأس حربة الأساسي، أكيد هيبقى زيزو وعبد الله السعيد وناصر ماهر، حد من مشلاك أو مصطفى شلبي هياخد ناحية الشمال، والعادي بقى لو دونجا لحق طبعا مع عبد الله السعيد مع ناصر مع بنتايج مع عمر جابر، التشكيلة العادية. وتشكيلة الأهلي برضو معروفة لكل جماهير النادي الأهلي، تشكيلة بيراميدز واضحة لكل. النادي الوحيد اللي ممكن يبقى فيه تشكيلة يعني جديدة شوية هو سيراميكا، لأن سيراميكا عامل تدعيمات قوية جدا جدا في كل الخطوط، وممكن يظهر بشكل يعني مختلف تماما عن الناس ما عارفاه، مع طبعا وجود فخر لقاي ووجود زلاكا وجود اسلام عيسى، صفقات قويه، عبد الله مجدي، صفقات كلها قويه، ممكن يظهر بشكل قوي سيراميكا، مباريات كلها قويه جدا. ما يخص الاهلي يا كابتن، هل كولر ممكن يعني يفكر في تغيير عن بدايه المباراه الاخيره؟ وارد جدا، لان النادي الاهلي ظهر بشكل مش المعتاد من النادي الاهلي في مباراه السوبر، لكن كل مباراة لي ظروفها، وكل مباراة اللعيبة بيبقى مهم جدا أدائها جوه المباراة. احتمال ممكن يكون في دخول مثلا لرضا سليم، ممكن زيادة يعني، لكن كل اللعيبة أنا شايف إن هي برضو تشكيلة النادي الأهلي هتبقى معروفة جدا، رامي وياسر طبعا الشناوي يعني معروف جدا، بس محمد هاني طبعا مصاب، ممكن يبقى عمر كمال عبد الواحد يكون موجود، وبقيه الفرقه امام طبعا هيكون ليه دور، ومروان وحسين الشحات وسام، وكل تشكيله النادي الاهلي المعروفه. هل امام من وجهه نظر كابتن يعني محتاج يعود لمستواه في المباراه دي، ولا هي كانت 90 دقيقه خير انتهى الخدمه، ولا هو بقى له فتره بعيد من وجهه نظرك؟ بص، هو يعني ده طبيعه كابتن سيف لكل لعيبه الكوره، بيجي لك وقت المنحنى فيه بينزل، لكن امام لعيب كبير ويقدر يرجع فورمته تاني لكل مصر. بس هي اصعب لقطه يا كابتن لما المنحنى ينزل في بدايه موسم. هو طبيعي ان انت ما بتبتديش باقوى حاجه، لانها بتبقى بدايه موسم ولسه انت ممكن تكون فتره الاعداد ما خلصتهاش كلها، ممكن تكون كسلت شويه او ريحت شويه، لكن في الاخر هو عنده، الولد عنده اولا سن صغير، لياقه بدنيه عاليه جدا، كوره، لعيب كوره، يمين وشماله شغاله بشكل كويس جدا، فهو يمتلك كل شيء. لكن وكمان جماهير النادي الاهلي ما بتديش كتير لكل اللعيبه الابروف او مثلا الثقه الكبيره، فجماهير النادي الاهلي واثقه في امام انه ممكن يكسبها مباريات كتير. على هذا الاساس هو زي بالظبط ما بيتصيط، هو برضه بيتحاسب بشده. فمباراه الزمالك يعني كانت مباراه خارج النطاق بالنسبه للفرقه كلها على فكره، مش امام لوحده، لكن منتظر من امام انه يرجع لمستواه تاني وانه يكسب الفرقه، وما فيش مشكله ان انت مستواك ينزل في مباراه ولا حاجه، بس هي طبعا مؤثره عشان مباراه ببطوله، وطبعا امام المنافس التقليدي الزمالك، وخسر فيها النادي الاهلي بطوله السوبر، فبالتالي بتبقى مؤثره شويه عند جماهير النادي الاهلي.
ده ما يخص إمام، ما يخص كهربا نفس الكلام؟ لا، كهربا حالة مختلفة، كهربا حالة مختلفة، لأن كهربا لما رجع من فترة الإيقاف الطويلة تألق مع النادي الأهلي، وبعدين هو بقى رقم واحد، وحتى محمد شريف مشي، وكهربا بدأ يهدف بشكل كويس قوي، وعودته كانت قوية جدا. حصل بعد كده ان في شوية تراجع للمستوى مع وجود موديست، والراجل مستر كولر كان عايز يدي الموديست كتير عشان يعني يأكد انها صفقة ناجحة. فكهربا هنا بدأت مباراته تقل بعد وجود كمان وسام ابو علي، بقى وسام ابو علي خلاص هو رقم واحد في المكان ده، وبدأت مشاركات كهربا تقل قوي، مع كهربا تحس ان هو يعني ممكن كان زعلان فترة طويلة فبينزل مش احسن حاجة، مع ان المباريات اللي بينزلها كهربا لو يعني لو هو مركز بنسبة 100% كل مباراة يجيب جون على فكرة، لانه بينزل في توقيتات الجيم مفتوح زي المباراة او الاهداف اللي حضرتك بتعرضها له. هو كهربا بينزل في توقيتات الجيم مفتوح، وتم ابو علي هد الديفنس وطلع، بس تحس ان كهربا كده الفورمه مش عارف يجيبها. فدي مشكله كبيره جدا، لكن فتره الاعداد هي اللي يعني تتلافى المشكله دي. لو هو عمل فتره اعداد قويه اظن ان كهربا ممكن يرجع بصورته المعتاده. هو لعيب كبير وبيعرف يخلص مباريات كبيره وهداف، لكن لازم يقتنع بان وسام ابو علي بقى رقم واحد، وانا هنزل لازم يكون ليا دور، يا باسيست يا بهدف يا بمشاركه فعليه في المباراه. دي نقطه مهمه بالنسبه لكهربا. ركز معايا يا كابتن في السؤال ده بعد اذن حضرتك. يلا اتفضل. مركز؟ ربنا يستر. مركز يا كابتن؟ مركز، ربنا يستر. النادي الاهلي بدا الموسم بدون مدير كوره، ثم اخذ قرار بان الكابتن محمد رمضان يكون موجود. والنادي الاهلي دايما مدرسه في الحته دي، في حته مدير الكره، وشخصيات كتيره وشخصيات كبيره جدا تولت هذا المنصب. بعد بعض الانديه وبعض المديرين الفنيين شايفين ان التايتل بتاع مدير الكره ده ممكن يكون ملوش دور او مش فعال او بيتعارض مع المدير الفني. شايف المساله دي ازاي؟ بص يا كابتن سيف، اللي بيحكم كل المناصب في الفريق هو الشطاره. ممكن انت تكون اتعاملت مع حد مش شاطر فاداك الانطباع ده. في بعض المديرين الفنيين كابتن سيف مفيش ولا واحد معلهوش رقابه في الفريق، يعني تاخدها من فوق لتحت ولا من تحت لفوق زي ما انت عايز، تاخدها من تحت لفوق. العمال عليهم رقابه شديده من الاداريين، الاداريين او الجهاز الاداري كله عليه رقابه شديده من مدير الكوره، مدير الكوره عليه رقابه شديده من المشرف العام على الكوره، او لو في لجنه كوره، لجنه الكوره عليها رقابه شديده من مجلس الاداره، او اذا كان مفوض زي في حاله الكابتن محمود الخطيب من رئيس النادي. طيب مجلس الاداره ورئيس النادي عليهم رقابه ولا عليهم رقابه رهيبه من الاونر او من مالك النادي، وفي حاله النادي الجماهيري زي الاهلي والزمالك من رئيس النادي، من الجماهير. طب ما هو في مدارس يا كابتن، مثلا كابتن علي ماهر مدرسه ناجحه قال لك انا ما بشتغلش مع مدير كوره. لا، ما حقه، لا كل واحد طبعا. ايوه يعني هو مش بص. هو قال كده، قال انا ما بلاقيش مدير الكوره دور. كابتن، هو كل مدير فني او كل واحد حقه ان هو يشتغل. خد بالك في الكوره ما فيش حاجه صح وغلط، هو مش قران. هو انت ممكن تعمل كل حاجه صح وتتغلب، وممكن تعمل كل حاجه غلط وتكسب. هي الكره مختلفه، لكن انا انت بتسالني على وجهه نظري، انا لازم منصب مدير الكره المهم ان هو يكون شاطر، المهم ان هو يكون عارف يفصل، ملوش دعوه بالناحيه الفنيه الا اذا تم اخذ رايه. هو راي استشاري فقط، زيه زي مثلا المدرب المساعد والمدرب العام. انا شايف ان انت رايك ايه فلان، رايك ايه علان، ده لو اتخذ رايك. لو ما اتخذش رايك انت منوط بيك كل ما يخص الناحيه الاداريه. كابتن سيف، الفريق جوه في بيبقى حاجات كتير جدا 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 عايزه قرارات، واكبر دليل على كده اصل الكلام، لو انت قلت ان مدير الكوره مالوش شغل انت كده في قامات كبيره جدا جدا من اول. لا، انا ما قلتش حاجه. انا بقول لحضرتك كابتن علي ماهر اللي قال، مش انا مش لا هو كابتن علي بيشتغل من غير مدير كره، دي حاجه ده حقه.
وبراحته. بس انا قصدي ايه، ان العالم كله دلوقتي يا كابتن سيف، في العالم كله ما بقاش فيه الوان من شو، ما بقاش مدير رياضي المدير الفني اللي هو يبقى يعني بنا ومقاول ومناول. عشان كده الاهلي، عشان كده الاهلي عمل التايتل مدير رياضي، وده صلاحيات مختلفه عن مدير الكوره. لا قصه النادي الاهلي مختلفه شويه. قصه النادي الاهلي ببساطه شديده، الاهلي محتاج جدا دلوقتي مدير كوره، هو الكابتن محمد رمضان، لانه بس كابتن محمد رمضان مش مدير كوره. ما انا اديني بس فرصه هشرح لك حاجه بسرعه. كابتن محمد رمضان لانه عدى على المنصب ده من سنين طويله، وكان واحد من يعني انا اتعاملت معاه، ومش عايز اقول لك كابتن محمد رمضان كان بيعمل معايا ايه وانا لعيب وهو مدير كوره، يعني شخصيه رائعه. كابتن محمد رمضان انا حاسس ان هو شايف ان مدير الكوره بقت يعني قليله عليه، هو عداها من زمان جدا. فالنادي الاهلي طلب منه ان هو يبقى مدير رياضي بكل صلاحيات مدير الكوره، لكن في الوقت ده المدير الرياضي يا كابتن سيف الجوب سكريبشن بتاعه او الخصائص وظيفته ان انت بتجيب الجهاز الفني، وان انت بتتعاقد مع اللعيبه، وان انت بتحط استراتيجي للنادي. النادي الاهلي كل ده عامله. النادي الاهلي دلوقتي هيشتغل للكابتن محمد رمضان في فكره مدير الكوره، جوه غرفه الملابس بين اللعيبه على الدكه، يتكلم مع مستر كولر، يبتدي يهيئ اللعيبه لفكره ان انا لازم ارجع اكسب كل البطولات. فالنادي الاهلي محتاج دلوقتي، وانا بقول لك ان شغل الكابتن محمد رمضان القادم كله دلوقتي مدير كوره. فكره انه يشرف على الكشافين او يشرف على قطاع الناشئين او يشرف على التعاقدات، كل ده هيجي بعدين. يعني دي نقطه مهمه جدا، لان صح. ومش مهم المسمى، بس انا معلوماتي يا كابتن ان كابتن رمضان شغال الخطوط كلها على التوازي مع بعض مليون في المية. بس في الاخر انت في ملفات، يعني مثلا ملف التعاقدات مثلا هو فاضل للاهلي لعيب او اتنين، ففين التعاقدات؟ ملف مثلا قطاع الناشئين ما مع كابتن وليد سليمان، وده لسه بيتم التحضير ليه. اه كابتن برضه يا كابتن الله يكون في عونهم، يعني حضرتك بتتكلم لاعب او اتنين في النادي الاهلي في التعاقدات، جمهور مصر كله، جمهور النادي الاهلي كله بيستنى الصفقتين دول، فلازم اللي هتجيبهم يعني تجيبهم على الفرازه بصعوبه، وهتتحاسب عليهم وقصه، الله يكون في عونهم يعني. ده حقيقي. بس انا اخيرا عايز افسر حاجه، بس تايتلز مش مهم المسمى، لان في العالم كله ممكن يبقى فيه اسم مدير رياضي، عندنا ممكن يبقى مدير كوره، المهم هو منوط بيه يعمل ايه. ممكن في مدير كوره هنا بيدخل في اللعيبه، بيدخل في التعاقدات، بيدخل في استراتيجي النادي، بيتكلم على الناشئين، بيتكلم في كل حاجه. فمش شرط المسمى، يعني مثلا كابتن هاني سعيد في بيراميدز هو مدير رياضي صح؟ في بعض الاوقات الكتير بقى جوه الفريق وقعد على الدكه ودخل جوه غرفه الملابس وبقى مع اللعيبه على طول. مش شرط المدير الرياضي المفروض ان هو ما يكونش ليه تواجد داخل الفريق، يكون مع مجلس الاداره. طيب صح؟ مين ماشي، مين من وجهه نظرك الاقرب للبطوله السوبر المصري؟ صعبه قوي، صعبه جدا صعبه جدا، بس يعني الاقرب بحكم كل حاجه او بحكم حاجات كتير، النادي الاهلي. النادي الاهلي ونادي الزمالك هم الاقرب، لكن النادي الاهلي فرقته مكتمله، في نفس الوقت اظن ان هيبقى فيه شراسه كبيره جدا عند لعيبه النادي الاهلي عشان تعوض جماهيرها عن البطوله الاخيره، ولكن فرقه نادي الزمالك بالثقه الكبيره اللي هي فيها راجعه من بطوله وكلهم لغه الكوره كده فايقين في الملعب. في نفس الوقت بيراميدز سكواد قوي جدا، سيراميكا مدعم بلعيبه كتير. كابتن توقع لي يا كابتن، توقع لي. ما انا قلت لك الاهلي. يعني يعني انت لو يعني عايزني اختار فريق يكسب السوبر من وجهه نظري، انا بقول لك الاهلي الاقرب. الاهلي الاقرب. توفيق يا كابتن وليد، بشكر حضرتك. حبيبك يا كابتن سيف، شرفتني ونورتني، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. كابتن وليد صلاح الدين، نجم التحليل طبعا ونجم الاهلي السابق ومدير الكره بنادي زد الحالي. طيب ده ما يخص كان الزمالك، لان زد لاعب الزمالك حرس الحدود لاعب النادي الاهلي وديا. كابتن احمد عاصم المدير الفني. كابتن احمد مساء الخير. كابتن احمد عاصم مدرب العام لحرس الحدود، مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ كل ده فل والله يا كابتن. طمنا على فرقه الاهلي. فرقه الاهلي لا والله يمكن الماتش كان كويس. الاهلي طبعا فريق كبير،
طبعا الخسران لسه خسران بطوله السوبر الافريقي. يمكن هم يمكن عندهم طبعا غيابات في المنتخب، يمكن ادوا بشكل كويس الماتش الودي. الماتش الودي كان كويس يا كابتن وجهه نظرك فنيا؟ طبعا كان كويس، لكن هم برضو بيلعبوا تيم الحرس فرقه محترمه، فرقه كويسه. الماتش كان كويس، يمكن لعبنا شوط ساعه وشوط ثاني 45 دقيقه، يمكن هم غيروا فرقتين، لعبوا شوط بفرقه وشوط ثاني بفرقه. الماتش كان كويس طبعا. يعني مين ابرز اللعيبه في الاهلي؟ عشان كده قلت لحضرتك انت الاقرب، انت الوحيد اخر واحد شفت النادي الاهلي فقلت لك طمنا عليه. لا تمام، كان في لعيبه كتير دارت بشكل كويس، كان امام عاشور كان بشكل كويس، في اكرم توفيق، كان ياسر برضو، ابراهيم. لا كان هم دارت بشكل كويس يعني. عندهم لعيب صغير اسمه سمير محمد غالبا، فرد برضو لعيب كويس. شايف من وجهه نظر حضرتك السوبر المصري ازاي؟ لا طبعا يمكن زي ما حضرتك، يمكن الاهلي هو الاقرب للفوز بالسوبر. الاهلي لما بيخسر بطوله بيتهيألي ما بيقدرش يخسر بطولتين ورا بعض، الامور بتبقى صعبه، فبيركزوا كويس جدا، فيمكن الاهلي اقرب للفوز بالسوبر يعني. فرقه الحرس السنه دي كابتن طموحاتها؟ يمكن والله من ساعه لما كابتن يوسف جه وقعد واتكلم معانا، نتكلم احنا مش طموحاتنا ان احنا نقعد في الدوري، نتكلم ان احنا ان شاء الله نقعد، نبقى ناخد مركز كويس. الاداره السنه دي بدعمها بشكل كويس جدا، يمكن لعيبه غير مسبوق ان احنا جبنا اللعيبه دي في خلال مشوار الحرس، يمكن اللعيبه كلها لعيبه كويسه جدا، في لعيبه على مستوى عالي، جبنا رؤى، في ديميكا، في زنفولي، في عمر جمال، لا في يعني جبنا السنه دي لعيبه محترمه، وان شاء الله نادي بشغل كويس يعني باذن الله. اهم حاجه في المرحله دي يا كابتن اللعيب اللي تاخده ترجع تجدد له الطموحات تانية. بالظبط يا جماعه، ده اللي بقى يمكن الكابتن محمد شغال عليه من اول لما جه مسك الفرقه. يمكن يعني حتى اللعيبه اللي بتيجي بيكلمها، تبقى بالنسبه لك تعمل، لازم تعمل موسم السنه دي كويس، لو انت السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها ما كنتش ماشي بشكل كويس، فرصه ليك السنه دي. عندك لعيبه برضو، احنا عندنا لعيبه صغيره، لعيبه كويسه جدا، بيتكلم معاهم، بتظهر بشكل كويس، تحترف، فان شاء الله باذن الله احنا طموحنا السنه دي ان احنا ان شاء الله ناخد مركز كويس يعني، ونرجع الحرس باذن الله لمكانته الطبيعيه. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق لحضرتك كابتن محمد يوسف ان شاء الله، وتقدموا موسم جيد ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن باذن الله ان شاء الله. بشكرك كابتن احمد، بشكرك شكرا جزيلا. في لقطة الحقيقة كانت في ماتش الزمالك وزد تدل على خبرات كبيرة، وتدل على ان اللعيبة اللي احنا بنتكلم عليها دي اسامي كبيرة جدا. شيكابالا في الملعب، طالع من الملعب، عبد الله السعيد موجود بيديله شارة الكابتن، فعبد الله بيقول له يعني اديها لاي حد مش انا، قال له انت اللي هتاخدها، لبسها له. ما يعني ماتش ودي، ولكن لقطة تفهمك قصة شيكابالا، تفهمك دماغ عبد الله السعيد وفكر عبد الله السعيد، تفهمك ان اللاعب الكبير ازاي في حاجات كتيره جدا يعني يبص لها بنظره مختلفه. الحقيقه تحيه كبيره لشيكابالا عبد الله السعيد، ولكن لقطه كان لازم نقف عندها يعني. بكده خلصنا اخبارنا، فاصل ثم بعد الفاصل ثلاثه من النقاد الرياضيين الكبار، الأستاذ محمود صبري، إسلام صادق، الأستاذ شريف عبد القادر، بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، برحب بثلاثه من نقاد الرياضيين الكبار. محمود بمساء الخير، منور الدنيا. اخبار حضرتك ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ وحشنا والله. ربنا يخليك. الحمد لله بالسلامة. اسلام وحشت. وانت والله يا كابتن سيف. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ ربنا يكرمك. شريف بيزا حضرتك. ربنا يخليك كابتن. الدنيا كلها كويسة؟ وحشنا يا كابتن. الحمد لله. الحقيقة الراجل ده، عشان ابدأ بس بيه الحلقة. الراجل ده ليه نصيب كبير من فوز الزمالك
راجل كان عنده ثقة كبيرة جدا، مصر تقول اللي تقوله اسلام صادق على كلمة واحدة بس، نادي الزمالك هو نادي الزمالك حتى لو بالإمكانيات، منافس شرس، منافس قوي، 50-50. فأعتقد أن أنت يعني الأول ألف مبروك. ألف مبروك، ألف مبروك. أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي كابتن سيف. على إيه؟ أنت حضرتك أهلاوي؟ هو بيكلمك على اعتبار أن أنت رئيس المنظومة. لا أنا رئيس المنظومة. لا دي واحدة، أنت لسه في الحاجات القديمة. أنا أهلاوي ولا زملكاوي. مش تسألني؟ انا اهلاوي. طب بقول لك حاجه صح، الحاجات دي يعني انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي ولا زملكاوي. هو انا بقول لك مبروك على انا بلتزم الحياه. انا بقول مبروك على ايه؟ تلتزم. بقول لك مبروك على المنظومه. مبروك على ايه؟ انت بتقول لي الف مبروك. انا سمعت ان انت مسكت منظومه نادي الزمالك. لا دي كانت اشاعه من احمد عبد الباسط، ربنا يبارك له. بس احمد حبيبي، ربنا يبارك له. احمد حبيبي مش انا. قال ان انا مسكت المنظومه ومفيش حاجه من الكلام ده. تعرف حضرتك انا عضو مجلس اداره في نادي مودرن سبورت، فبالتالي لا يجوز لي ان انا امسك منظومه اعلاميه في اي نادي تاني، ما ينفعش ان انا اكون مسؤول في اي نادي تاني. في نفس الوقت ارتباطي بعقد مع قناه 10، فبالتالي بحترم طبعا التعاقد. التواجد في نادي الزمالك طبعا والنادي الاهلي والانديه الكبيره شرف كبير، شرف لاي حد. طب انت ليه حضرتك كده قلت لي الزمالكاوي وانا ما سالتكش؟ ثواني بس، اهدى بس يا كابتن. لا ده انت نسبت لي الفضل في الفوز بتاع الزمالك. لا انا ما انا ماليش انا قلت كان ليك دور لان انت كنت انا ماليش دور متمسك بوجهه نظر كانت صائبه. لا بص حضرتك، دي رؤيه اللي هي فكره ان انت بتتعامل مع مباراه القمه صح. الاهلي والزمالك صح. يبقى انت لازم تحترم الاهلي وتحترم الزمالك صح. مهما كان حاله الفريقين ومستوى الفريقين صح. في النهايه انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا لا اهلاوي ولا زملكاوي، قلتها من يوم. مالكش في كوره اصلا؟ لا ليا في الكوره بس انا في النهاية. يعني ماتش الاهلي والزمالك، ماتش الاهلي والزمالك بحلل، بتطلع مشوار يعني بتروح مثلا تخش في لا بحلل بتفرج ببص برؤيه مختلفه. يعني انت بتقول هي هم مين بيجيب جول؟ لا ما بقولش، ما بقولش، بفضل قاعد بتفرج. بقول لك على فكره في ناس كتيره كانت بتصورني وتقعد معايا وتفتكر ان انا اهلاوي او تفتكر ان انا زملكاوي. انا ما اعرفهمش الناس، انا بشتغل. الناس الثانيه اللي قاعدين، انا بشتغل ثواني بس، انا بشتغل شغل يا كابتن سيد. انا ما قابلتش حد قال لك اهلاوي. هنقضي الحلقه كلها في اهلا ولا زملكاوي؟ لا بص حضرتك، صاحب الفضل في فوز نادي الزمالك بالسوبر الافريقي جمهوره ولعبته، جمهوره ولعبته ومجلس الاداره طبعًا والمدير الفني صح. لكن انا زي ما بقول لحضرتك، هتفضل مباراه الاهلي والزمالك دايما 50-50، وده يعلم الناس ان لازم يكون في احترام للاهلي وللزمالك، للناديين الكبار اللي هو اكبر ديربي في الشرق الاوسط صح. مهما اي حد اي يحاول صح. الاهلي والزمالك اكبر شعبيه في الشرق الاوسط، اكتر ديربي بيتابع على مستوى العالم، مصنف عالميا. فبالتالي ما ينفعش ان انا اجي النهارده مثلا اقول لك لا ده 70-30 ماتش السوبر المصري في حاله لو الاهلي كسب سيراميكا والزمالك كسب بيراميدز. النهارده حضرتك وانت طبعا يعني راجل عندك خبرات كبيره، النهارده الزمالك هيلعب بيراميدز مثلا، الناس بتتكلم على ماتش اهلي وزمالك نهائي صح السوبر صح المصري صح، والزمالك عنده مباراه صعبه جداً قدام فريق محترم والاهلي نفس الامر. مين الاقرب؟ النادي الاهلي عنده مباراه صعبه جداً قدام فريق محترم. مين الاقرب للفوز، الزمالك ولا بيراميدز؟ لا مباراه صعبه جدا، 50-50. الاهلي والاهلي سيراميكا، الاهلي الاقرب. الاهلي الاقرب، سبحان مغير الاحوال. قبل السوبر الافريقي، لا سيبنا من الاسلام خلاص خلاص بقى، شيل الاسلام عشان عاوز اعرف مين دلوقتي. اصل خمس ست حاجات في بعض، انا سكت انا اتكلمت. استاذ محمود انا بقول لك اهو، عاوز اعرف قاعد معايا واحد. طيب ركز في الاهلي وركز معايا، عاوز اعرف بس. قال له انت مين فيهم؟ انا انت مين فيهم بالظبط؟ كنا بنتكلم، خلينا قاعدين ساكتين. قبل مباراه السوبر الضغط على الزمالك، ظروف الزمالك هي الاصعب، الزمالك الاكثر صعوبة للمباراة، الأهلي الأفضل قبل المباراة. بعد 90 دقيقة كل الكلام اتغير. الأهلي دلوقتي اللي عليه الضغط الكبير، كولر دلوقتي اللي في أزمة محتاج إن هو يعمل ريمونتادا وقام باك تاني، الزمالك عامل مباراة وبطولة كبيرة، الكلام كله اتغير. عاوز أقول لك بأمانة شديدة وبحيي الإعلام الزمالكاوي على نجاحه في إدارة سيناريو من أفضل السيناريوهات اللي شفتها في حياتي. وجرجرة الأهلي وإدارته ومسؤوليه
الى حكايه 70 و80 و90 و80 والمباراه خلصت وده اللي حدوته انتهت والاهلي رايح يلعب ويتفسح يغلب يا جماعه عيب. انت بتلعب منافس قوي جدا ليه كل الاحترام. ثواني بس يا ريس انا ما دخلتش عليك بس ثواني يا اسلام اللي قال الجزئيه دي الكابتن احمد بلال ولاعبين قدامى من الاهلي. ما بقطعكش والله ما بقطعكش. انا عايز افكرك بحاجه تعقيبا بس انا عارف ان انت وانت اخر الكرسي القصه بتختلف. ايوه خلصت دورك انا فرصتنا بقى ماشي حاضر. انا بقول لك ايه بقول لك الناس نجحت بامانه شديده في اداره الموضوع بذكاء شديد وانجرف اليه انزلق انزلاقا. عدد كبير من نجوم الاهلي المعتزين بيطلعوا في الاستديوهات. بس هو في تعقيب هنا صغير بس على حضرتك. اكمل حضرتك واعقب براحتك. لا انا هقول كلمه. ماشي اتفضل. الكلام اللي قاله مظبوط اللي قال كده الاهلاويه مش الزملكاويه. كمل حضرتك. انا بقول لك تم الجرجره يعني الاعلام الزملكاوي ما سؤالي فندم تم الجرجره بذكاء شديد جدا سواء برامج سواء سوشيال لكن انا يعني الاتجاه عمل ايه؟ واشعارك ان خلاص الماتش انتهى. كل الناس فاكره انه ماتش. انا طلعت قبل الماتش وسئلت بنفس السؤال قلت الدنيا عشان نكون واضحين لا مش واضحه. انت طلعت في حته ثانيه غير عندنا لا هنا قلت الدنيا مش واضحه واللي يقول لك انه الماتش واللي يقول لك انه الماتش مضمون يبقى بيضحك عليك. المباراه صعبه في دوافع مختلفه هنا خلاص الدوافع المختلفه كانت لصالح نادي الزمالك. لعيبه النادي الاهلي لم يقدروا ولم يضعوا المباراه في حجمها الطبيعي واستهانوا بصوره او باخرى كان عقاب شديد. انا شايف انه درس مهم جدا انه المباراه في الملعب المباراه مش في الاستوديوهات. المباراه في الملعب في جمله شهيره يقول لحضرتك الاهلي ما ياخدش مطبين ورا بعض. لا انا ماليش دعوه بالكلام ما بحبش الكلام ده لا ما فيش الكلام. كره ممكن تلف وتديك ظهرها تقلب اصل بيقول كده برضه نجوم الاهلي يعني ما انا بقول لحضرتك لا بلا الكلام ده انا بطل الحاجات اللي بيقول عليها مش عارف خاتم قال بيقول لك بطلتين لا تخسر بطلتين وتخسر ثلاثه وممكن تتقلب معاك الدنيا. لا الاهلي في موقف صعب وماتش سيراميكس كان حد بيروج انه ماتش سهل عاوز اذكره بماتش البطوله السنه اللي فاتت. لا اللي قعد لغايه دقيقه حاجه و90 مش عارف يخلص هدف بامانه رغم كل حجم الفرص الكبيره جدا اللي ضاعت وفي الاخر جت كوره ايه بتمرينه من يوم عاشور خبطت في مدافع سيراميكا ودخلت جول. فالمباراه لكن انا عاوز اقول لك ايه انت خدت درس مهم جدا وفي توقيت جدا عشان يفوقك عشان ما تعتقدش انك انت خلاص راكب ومسيطر وماشي وده مهم جدا في الرياضه وفي المنافسه تخرج منه ازاي؟ هنا تبان قدرات الفريق الكبير انك انت تستعيد الثقه بنفسك ترتب بيتك خدت قرار شايفه قرار مهم جدا من حاجات المهمه. الفريق الكبير ممكن ياخد درسين ورا بعض ممكن ياخد درسين ورا بعض بس هيبقوا درسين ايه صعبين جدا ده هتبقى مشكله كبيره. هنا هيكون الرد الفعل مش على الاداره بس لا ده رد فعل جمهور هيبقى عنيف وعلى الجهاز الفني وعلى اللعيبه. لكن انا بقول لك اهو انه ماتش السوبر اللي جاي صعب جدا محتاج شغل كبير جدا محتاج شيء مختلف. هتلاعب مدرب على البطوله ولا على السيراميكا؟ لا بكلمك على سيراميكا. لا لا انا ما بكلمكش على البطوله انا ماليش دعوه بالبطوله خالص يا خبره. لا لا ماليش دعوه بالبطوله بكلمك على سيراميكا. على فكره ايمن الرمادي كابتن ايمن مع كامل احترامي مدربين الاذكياء جدا بيتميز بالخبره بيعرف يلعب ازاي حتى في مباريات الاهلي مع الدوري لو انت لاحظتها وراجل منصف سيراميكا لعب ماتشين مع الاهلي في الدوري في غايه الخطوره في اول ربع ساعه في ماتش الدور الاول اهدر سيراميكا على الاقل 4 اهداف ولكن ايه فارق الخبرات انك انت عرفت ايه تاخد الماتش في وقت من التوقيت ما عرفش بقى سيراميكا يرجع. فاللي انا عاوز اقوله لك درس السوبر ده كان مهم دفع الاهلي ثمنه من الثقه والانجرار ناحيه الغرور كانك انت مش شايف حد فجالك الانذار. يا اما تاخد الانذار وتبني عليه وده اللي الاهلي عودنا على تاريخه كده انه بياخد الصدمه وبيعرف يطلع منها زي مثلا صدمه سان داونز الثانيه لما حصل قدرت الاداره مع الجمهور مع الحوالي قدر فكان النتيجه ايه؟ الاهلي ما ياخدش صدمه ما لا ما انا بكلمك ما كان في خمسه وكان في خمسه والثاني كان وراها كذا والثانيه حصل بعديها كذا يعني عاوز اقول لك ايه الحساب يكون في مباراه ايه؟ سيراميكا انت تفكيرك كله لو رحت بقى فكرت تقول لي اصل انا منتظر ويتم ترسو الاهلي هيجي وهيطلع من بقه لا لا وهيطلع من بقه نار وهيطلع من يا عم كلام ايه عندك توقع؟ لا انا ما عنديش توقع خالص انا شايف النسب كلها متساويه بامانه شديده وممكن تحصل المفاجاه ويبقى الفاينل من فرقتين تانيين خالص. ردا على كلام استاذ محمود صبري ان المباراه الاولى كان تعامل اعلام الزملكاوي فاسلام رد قال لا ده نجوم النادي الاهلي. هنا بقى اداره الزمالك قبل المباراه منذ دقائق حطت سلوجن على الصفحه اعظم نادي
او اكبر قلعه رياضيه في مصر، وابتدى جمهور نادي الزمالك بعد البطوله اللي فاتت حاله فرحه كبيره جدا. وسالت احمد سالم دلوقتي كان معايا على الهوا، الحاجات دي بتحط لود على الفرقه، الحاجات دي في التوقيت ده صح ولا غلط؟ بص حضرتك، اولا طبعا يعني تعقيب بسيط على اللي قاله محمود واسلام، جزئيه بس ان الاعلام الزملكاوي، لا مش الاعلام الزملكاوي بالعكس، هم اغلقوا على نفسهم، سابوا النجوم الاهلي او قدام الاهلي او الاعلام الاهلاوي او السوشيال ميديا. صح. من قصدي كده، تروح قصدي كده، تروح قصدي ان هو تم في الاتجاه ده على الاعلام الزملكاوي، سابهم لربنا لا انتقام كبير يعني، لا ما كانش عنده رد، لان عايز اقول لك حاجه، ايوه ما كانش عنده رد، لان المعطيات كمان كلها كانت بتصب يعني الطبيعي والمنطقي في التوقيت ده بتصب في صالح الاهلي. ولكن اللي حصل في اخر ست ايام او سبع ايام قبل المباراه ده انعكس في شكل الاهلي في المباراه، بدايه من الاحتفالات بالدوري، ويمكن حتى انا قلت في احد البرامج ان واضح ان الكابتن محمود الخطيب هو بيكلم الشناوي ساعه اهداء الدرع وتلبسهم بوكيهات الورد ده، هو بيقول للشناوي لم الضوء يعني لم القصه دي، هو واقف مع كهربا وقفشه وبيكلمهم خلاص خلصنا من الموضوع ده، وتصريحاته معاك وعجبني قوي كابتن، تصريحاته كانت معاك، هو عارف يعني واضحه إن الموضوع ده دي فيها ضرر. ممكن ينعكس على حاله اللعيبه في المباراه تاني. قصه بقى ان اللعيبه بتسهر وبتاع وبتخرج وبتتصور ممكن يكون اوفر او زياده، لكن ما كان في لعيبه من بيراميدز وكان في لعيبه من الزمالك موجودين في نفس الاماكن، مش هي دي السبب، لكن المعطيات دي والحاجات دي اللي حصلت دي مع حاله ان مفيش شخصيه قويه تلم الموضوع ده قبل المباراه ب 48 ساعه، كان في قلق، كان في قلق عند جمهور النادي الاهلي، وده بان في المباراه ان مش ده الاهلي. الاهلي لو جاب يعني اي كان في قلق قبل المباراه، من الاهلاويه مش من اللعيبه، من اللي هم بيشجعوا الاهلي، جماهير الاهلي يعني. بس دي ما حسيتهاش، لا كان فيها كان في قلق برضه، كان فيها ثقه من جمهور الزمالك، كان في بعض القلق من لا من الناس اللي حاسه الاجواء دي، وده واضح من خلال يعني انت لما تتابع كده مباريات الاهلي والزمالك في الفتره الاخيره، الاهلي جاب جول خلص الماتش، الاهلي جاب جول يعني الاهلي جاب جول في عز ما الزمالك مسيطر او ماسك كوره، ممكن يكونش فيه فرص للزمالك بس ماسك كوره هو الافضل ومسيطر على، والاهلي جاله ضربه الجزاء. بس اخر ماتش كان الزمالك هو ايوه ماشي ماشي ماشي، اخر ماتش كان الزمالك كسبان، بس لما ترجع اخر ماتش الزمالك كسبان ده الاهلي كان مسيطر في الشوط الثاني، الاهلي كان مسيطر في الشوط الثاني لغايه هدف التعادل اللي سجله احمد عبد الاله، كل دي حاجات مش كل وضحت في المباراه، واعتقد ان ده كان درس قاسي جدا 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 للجهاز الفني واللاعبين وللاداره. اللي بيحصل الجزئيه بقى الثانيه دلوقتي، اللي بيحصل بقى دلوقتي طبعا زي ما قال الاستاذ محمود، انت عندك مباراه صعبه، انت هتواجه المجهول يعني يمكن بيراميدز لعب مباريات وشفتها في افريقيا، شفته في افريقيا دخل عليه بس صفقه او صفقتين، لكن سيراميكا دخل عليه 15 صفقه جديده ما شفتهمش، فانت هتلاعب المجهول، فمباراه صعبه جدا جدا، والراجل بيستعد في الامارات. ما يخص الاهلي، ما يخص الزمالك، الاحداث الحاليه تحط ضغط على الفرقه؟ بص حضرتك، اولا التصريح يعني انا كان ممكن لا يؤخذ بعين الاعتبار لما اتقال معاك انت وابراهيم عبد الجواد، ولكن التعقيب هو اللي يؤخذ على تمام كابتن حسين لبيب، اللي هو واللي مش هيقول غير كده همشي، هو يعني هو يعني كابتن كان تحت ضغط الامور وهنخرجه يعني بره الوسط الرياضي، فهو ده اللي خلى وصلنا للحاله، لان هو قالها قبل كده في مؤتمرات صحفيه كتير، قال الجمله دي، احنا اكبر قلعه رياضيه، وايام الانتخابات قالها قبل كده وعدت خالص ومرور، وايام اللجنه المؤقته وايام ما كان في اللجنه المؤقته قالها احنا اكبر قلعه رياضيه وعدت، لكن اللغه اللي فيها حته تهديد او استعلاء او ما هي دي هو الحقيقه، عشان ابقى حقاني حضرتك حتى قلت له معروف دايما ان الاهلي والزمالك، لا لا هو ما كانش مش دعوه بغيري، لا هو كان عصبي جدا، كان عصبي، كان يوصل دي لان هو تعرض لنقد وضغط شديد جدا ده كويس، ده انا معاه ممكن يكون تعرض للحاجات دي كلها بس مش على الهوا، معلش في الكلام ده ممكن يتقال في يعني طبعا، بس ما كانش يقصد بيها كده، مش في اللايف. وبعدين لما يطلع عضو مجلس اداره تاني ويقول لك والدوله يعني في مكان تاني، ففي حاجات بتحصل لا اوفر،
طب الزمالك اخذ قرار ان ده السلوجن حطه على الصفحه. ما هو ده مش سلوجن بس، ده بقى خلاص دلوقتي بقى اي حد يكتب بوست اي حد ينتمي لنادي الزمالك يكتب بوست. هل الشعار ده الشعار ده يحط ضغط قبل بطوله مهمه زي كده ولا ملوش علاقه؟ لا لا ملوش علاقه، مش مؤثر يعني، شعار مش مؤثر خالص يعني. ما ممكن بكره الاهلي يكسب مثلا البطوله فيحط الاهلي الهرم الرابع. المره اللي فاتت اقول بقى الاهلي يضغط على الاهلي. المره اللي فاتت قلنا ان بعض التصريحات عملت حافز ودافع، هنقول برضو ان لعيبه الاهلي بالتاكيد ده بالتاكيد ان لعيبه الاهلي حاسه ان هم خلينا بس اقول لحضرتك الناحيه الثانيه عامله ازاي. بالتاكيد لعيبه الاهلي برضو بتقول لهم دلوقتي شفتوا بصوا الكلام بقى عامل ازاي، بصوا وصلتونا لايه يا فندم. نفس القصه الجمهور الاهلي بيقول لك ايه سامحهم لعيبه الاهلي وصلوا لهم دلوقتي صامت برضه ساكت يعني مستني المباراه. لا طبعا هيبقى في رد فعل لكن ممكن ما ياثرش على لعيبه الزمالك. لا ده هيبقى في اكيد هيبقى في سلوجن تاني وهتبقى في قصه فيه رد، بس طول ما هو في الاطار شيء لطيف يعني. الزمالك بص لو خدنا بمنطق الهزار وال عنده ثقه والمجادلات اللي بين الزمالك عنده ثقه على فكره يا شريف. الزمالك عنده ثقه في البطوله اللي جايه. لا الزمالك عنده ضغط في البطوله اللي جايه. ماشي ليه بقى؟ مش علشان الاربع فرق مظبوطين. الزمالك عنده ضغط. ضغط على ايه؟ ضغط كبير جدا عن مباراه السوبر. لا لا ليه؟ لانه داخل المباراه دي وهو افضل نادي في افريقيا. معلش يعني انا مع الاستاذ هنا اقول لحضرتك ليه؟ اسمي اسلام يا باشا. افندم اسمي اسلام. اسلام باشا صادق. ليه؟ انا هقول لحضرتك ليه؟ افضل نادي في افريقيا ازاي؟ لا انا هقول لا هو افضل لا 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 سنه 40 اسلام اسلام عشان خاطري كابتن سيف اسلام اسلام. طب بعد اذنك 2024 هو الزمالك ليه؟ لان بطل الكونفدراليه اكمل بس لا 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 عشان خاطري قابل بطل دوري الابطال على بطوله السوبر. طب ممكن بس تسمعني زي في السوبر الاوروبي نفس اسلام. طب ضغط انا انت عايز استاذ شريف استاذ شريف بعد اذنك بعد اذنك تعادل عصام بعد اذنك بطل افريقيا ما خدش عشان اسلام اسلام انا بتكلم عن اسلام عشان خاطر خلي 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 الاسئله معايا عشان لا انا مش رايح الحته دي عشان خاطر ماشي اتفضل محمود. انا رايي في الحته دي ان الزمالك المباراه اللي فاتت انا رايح مش مضغوط، كل الناس بيقولوا ان انا مش هكسب كسبت. النهارده كل جمهوري حاطط في حساباته انا رايح اكسب. فرق كبير جدا بين الفريق وهو رايح بالعكس. مرشح للفوز عن فرق كبير من الفريق ورايح انت مش طالب مني حاجه. بالعكس يعني سيراميكا بالعكس. رايح مضغوط مش رايح مضغوط بس برضه عنده طموح عنده طموح بس اللي مضغوط اللي مضغوط مين؟ لو سيراميكا خسر من الاهلي ولا كل الاحترام عادي، لكن لو الاهلي خسر مشكلة. فهنا برضو الزمالك نفس القصة، هو رايح انا بطل السوبر الافريقي ماشي خلاص وانا جمهوري كله في ظهري، جمهوري كله عشمان. البطولة بتاع السوبر الافريقي لا، البطولة بتاع السوبر الافريقي انا رايح بقفل على نفسي عشان ارد على كل ده. حلو الكلام ماشي، بس انا بقول لك ايه، عنده دوافعه وثقته خدها خلاص استرد روحه هيبقى عنده بس دوافع. هو الاكثر ضغط ما طبعا لا هيبقى عنده دوافع مختلفه، لكن كمان انه ايه برضو خلي بالك التوجه ناحيه المساله برضو يعني انا شفت حاجه برضو احنا يعني مسؤول او مدرب كبير مثلا في نادي الزمالك شفته سمعته بوداني يعني هو بيقول ان احنا نفضل لو لعبنا نهائي نفضل احنا نواجه الاهلي ما نواجهش سيراميكا، نواجه الاهلي لا نواجه سيراميكا. هو شايف انه سيراميكا يعني اصعب من النادي الاهلي ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي. فعاوز اقول لك انه ايه الزمالك دلوقتي واقف على ارض صلبه عنده فرقه عنده مدرب احييه واقدر اقول لك واقدر اقول لك فعشان كده انا اقول لك ايه انا هرد على حضرتك من غير ما اعرف مين اهلي او الزمالك اي مدرب او اي واحد اهلاوي وزملكاوي يقول لك ايه من جواه؟ انا خسارتي من الاهلي والزمالك بطولتين، خسرت البطوله وخسرت قدام الاهلي والزمالك ديربي. عارف يا كابتن سيف انا عاوز اقول لك ايه؟ الخساره دي طبيعي جدا. انا عاوز اقول لك ايه؟ هو الاهلي هيقعد يعني يفوز بكل البطولات؟ ما منطقيين جدا لازم يخسر وهيتعلم هيتعلم من اخطائه، ما من الخساره اللي زي كده. لازم تحترم الزمالك، الزمالك مهما يكن فرقه كبيره انا مغير الاحوال ماشي الزمالك فرقه كبيره ذلك حكم سبحان مغير الاحوال طبيعي جدا. عايز اقول لك حاجه، انا عاوز اقول لك ايه؟ لازم تصل لمرحله لا انت مش عارف انت سبحان مغير الاحوال انا اقول لحضرتك انا اقول لحضرتك الاهلاويه على فكره انت حبيبي انا هرد على حضرتك بس انا مستمتع وانت بتتكلم. طب ممكن اتفضل اصوات بس خلي ردك معايا. هو اسلام برضو بيتكلم من وجهه نظره في ايه؟ جمهور الاهلي من كتر البطولات بقى الحاله الغريبه خساره البطوله، يعني حضرتك بتجي النهارده تقنعه ان الرياضه مكسب وخساره وبتاع. لا ازاي يعني يا كابتن يا استاذ محمود الراجل المدير الفني بتاعك طلع عليه بعد الماتش بتاع النادي الاهلي قال ايه بس؟ الجمهور الجمهور النهارده انت لو عندك سنه كسبت دوري وكاس وسوبر وخسرت البطوله الافريقيه بيحصل ايه؟
اه طبعا لا جمهور الاهلي طبيعي جدا انك انت هيبقى عندك هزه لانك انت مثلا عاوز البطوله المهمه بالنسبه لك بس مش يا فندم ماشي انا بكلمك اقول لك ايه انه يعني خساره البطوله خلاص الدنيا وقفت ولا لسه احنا مكملين لا خلاص اللي انا بقول من شويه بتقول لي ان كولر لو خسر البطوله هتبقى هزه جامده لا هتبقى هسه طبعا ويقول له غير كده بيضحك عليه لا هتبقى في ضغط طبعا جامد لما طلع الجيش بس ايه مش عاوزك ايه ما تاخدش الازمه دي لما خسر السوبر باين او الكاس قدام طلع الجيش حصلت نفس الازمه دي مش حكايه زمالك بس يعني نفس انت الازمه دي الخساره من الزمالك بتعمل ايوه رد فعل اكبر يعني بس حصلت نفس الازمه دي بس انا في جزئيه بس كنت سيف في طب انا اسف انا هقطع بس دي بس اتفضل اللي انا عاوز اقوله انه ايه الخساره من الزمالك يعني انت لما تتوقع تقول انا واجه الزمالك واكسبه ورايح جاي الناس بنت على مواجهات دوري في السنوات السابقه تفوق واضح وكاسح للاهلي بصوره قدر الزمالك يعود في مباراة الدوري الأخيرة وكسبك بكرة رمي التماس قدر هم يخلصوا اللي هم عايزينه وده ذكاء جدا ما قدرش الناس كانت متوقعة انه ردة الفعل في ماتش السوبر هتكون ردة لمين؟ لما حدث في مباراة الدوري اللي هي الأولانية في الدور الأول ولكن الردة جاءت مخيبة للأمال ولم تكن بالصورة المطلوبة ولم يحترم فيها لاعب الأهلي ولا الجهاز الفني المنافس بالصورة المطلوبة فأنا عاوز أقول لك إيه؟ إنه الخسارة درس مهم جدا تطلع منه ولابد إنك أنت ومع الزمالك ولو انت كنت معتقد ان الزمالك ما فيهوش نفس اعرف ان هو اقوى منافس ليك ليه؟ لانه يمتلك جمهور وراه بيحرك الصف وسر فوز الزمالك هو جمهوره رقم واحد. اتفضل. لا هو انا بس تعقيبا على ان الزمالك لما فاز في الدوري فاز بكره رمي التماس. هي نفس الطريقه ان الزمالك ما كسبش في السوبر الافريقي فاز بضربات ترجيح لكن ما كسبش في الماتش الاصلي انا بقول لك انه ازاي قدر تستفيد من اللعبه لا 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 مش تقليل لا لا ما تاخدش انت لا لكن انا اوضح بس لان احنا قاعدين بنتكلم في اسباب خساره الاهلي مش الزمالك كسب لا 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 الزمالك يستحق طبعا الزمالك يستحق الزمالك يستحق وفي نفس الوقت الزمالك برضو في جزئيه احنا ما بنتكلمش عليها ذكرها الاستاذ محمود دلوقتي خلي بالك انت معانا مش بتدافع عن الزمالك لان احنا انت زملكاوي لا انا مش زملكاوي انا بس انا بتكلم على ان انا قلت ده قاعد وسط ثلاثه اهلاويه فمضطر ان انا اخد جنب الراي عشان نوزن القصه هو الحق العدل العدل اساس الملك مضطر ما تقلقش شخصيا بتتكلم معايا ريحني انت 13 واحد في بعض انت جنبت تجنبتني عرف نفسه من جمهور النادي الاسماعيلي انا بتكلم في جزئيه بس يا كابتن سيف استاذ محمود ذكر ان جوميز الراجل ما خدش حقه يعني هو واجه كولر في ثلاث مباريات مدير فني كبير مدير فني باقل الامكانيات وفي نفس الوقت الظروف اللي مر بيها الزمالك ما تخليكش ابدا تقول ان هيكون بطل السوبر الافريقي وده الانطباع جزئيه مهمه تانية برضو ذكرها الاستاذ محمود ان في الملعب ما حدش كان يتخيل ان جمهور الزمالك بهذه الكثافه يؤازر فريق لانه عنده قناعه بناديه رغم الظروف الصعبه ده ادى حافز اكبر للاعبي نادي الزمالك ايه الفرق ما بين السوبر الافريقي والسوبر المصري الزمالك كان داخل زي ما حضرتك قلت كده بلا ضغوط داخل بالتحدي والاصرار النهارده النادي الاهلي داخل بالتحدي والاصرار في السوبر المصري ارجع مره تانية النادي الاهلي وانا بس الجزئيه الاهم هل خساره السوبر الافريقي تقلل من النادي الاهلي بتاريخه ونجوميته وشعبيته ولا الكلام ده كله لا لكن عنده تحدي ان يرجع مره تانية للبطولات في السوبر مين المصري مين مضغوط اكتر جوميز ولا كولر كولر مضغوط اكتر خلي بالك في اريحيه عند نادي الزمالك وجمهور الزمالك بالفوز بالسوبر الافريقي بالفوز بالسوبر الافريقي اللي ما كانش يعني بنسبه زي ما قال قدامى الاهلي في الحسبان نهائي خالص فبالتالي في اريحيه طب النهارده لو كولر خسر السوبر المصري موقفه هيبقى صعب او سيزداد صعوبه في الفتره او في المرحله المقبله ده في ازمه اكبر من داخل كده داخل النادي الاهلي في ازمه الأهلي. من الحاجات دي انت عندك بعد اربع ايام العين الاماراتي كنت ما اصعب ما ما لا هو العين ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله هيقدر يتخطى العين الاماراتي ماتش صعب لا طبعا ماتش صعب انا ما بقولكش لكن في النهايه هتزود من الضغوط انا بقول لحضرتك مش هيمشي لكن هتزود من الضغوط على كولر فبالتالي اللي مضغوط اكتر قبل السوبر المصري
هو كولر اكتر من جوميز، الى جانب ان بقى في خلاص جوميز قدر خلال الفترات الاخيره ان يدي ثقه عند جماهير نادي الزمالك اللي هي ما كانتش مقتنعه بيه في المباراه دي. ما تفرقش في مشوار جوميز مع الزمالك يعني. خالص ما تفرقش. لا لا ما تفرقش. هل ممكن الكلام ده كله بيراميدز يعدي في النص؟ بالتاكيد طبعا. بالتاكيد طبعا. وسيراميكا بالتاكيد طبعا. انت ممكن تفاجئ ان النهائي بين سيراميكا وبيراميدز. مش مفاجئ يعني. ممكن المرشح الاول يبقى الرابع. ممكن الرابع يبقى الاهلي والزمالك بيلعبوا على الثالث والرابع. ممكن جدا. بص اصل دي مباراه ما هياش بطوله، دي مباراه، فالموفق والاكثر اجتهادا والاكثر تركيزا. ممكن اسالك سؤال عمري ما فكرت فيه؟ اتفضل. والله ما فكرت فيه بس فكرت فيه معاك دلوقتي. لو الاهلي والزمالك بيلعبوا مباراه على الثالث والرابع، تظل مباراه اهلي وزمالك؟ طبعا 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 تظل مباراه اهلي وزمالك. خلي بالك ديربي خالص. ممكن المباراه الثالث والرابع تتلعب بعد النهائي يعني بالليل. ما اعتقدش هيبقى النهائي لا لو حضراتكم تفتكروا كان في مباراه وديه، مباراه الاهلي والزمالك في حوض مصر، جمال عبد الحليم، جمال عبد الحميد. بدانا الاول جمهورين مع جنب بعض، انا حضرت المباراه دي في الملعب، بدانا الجمهورين مع بعض وبتاع واعلام مصر وبتاع، جمال عبد الحميد جاب جول اتقلب اتفرقوا متقلب. فانا بقى اهميه مباراه الاهلي والزمالك ستظل الى ما لا نهايه. ممكن ترتبهم لي؟ ترتيب ايه اللي هيكسب بطوله؟ توقعاتك اول ثاني ثالث رابع. بص طبعا يعني اهلي زمالك بيراميدز دول الثلاثه دول يعني الثلاثه مرشحين بقوه للقب. يعني الثلاثه في منهم اثنين في النهائي. الثلاثه دول في منهم اثنين في النهائي. تتوقع بيراميدز ولا الزمالك؟ سيراميكا يوصل النهائي. الزمالك ولا بيراميدز؟ الزمالك ولا بيراميدز؟ 50-50 50-50 بس الضغوط اكتر على الزمالك. الضغوط اكتر على الزمالك. بص الفرق في الماتشين مدرجات. اي كنت هقولها مدرجات. انا كنت هقولها الفرق في الماتشين لكن كواليتي لعيبه مش بعيد. حتى الاهلي وسيراميكا لعيبه بيراميدز تستحمل الضغوط؟ تستحمل جمهور الزمالك مالي الملعب؟ لا ما تستحمل مع الزمالك تحديدا. لا الزمالك كعبه عالي جدا على بيراميدز. راجع كده تاريخ المباريات، الزمالك في اسوأ ظروفه بيخرج متعادل مع بيراميدز. في اسوأ ظروفه هو ما عندوش تيم وعنده وقف قيد والكلام ده، ما عندوش بدلاء، بيخرج متعادل. يعني كعبه عالي على بيراميدز. يعني انت عاوز تقول ان الزمالك في النهائي ممكن ايه؟ بنسبه كبيره يعني. بص مدرجات هتفرق. مدرجات في الماتشين سواء اهلي هو ليه ما فيش واحد في حضراتكم قال لي كده كده الحساب في اخر الموسم وكولر قاعد؟ بالتاكيد طبعا. لسه كنت هكلمك في الموضوع ده. ما هو ده سيناريو الموسم اللي فات. هو الفرق بين السيناريو ده وسيناريو الفرق. ما هو الاهلي خسر من اتحاد العاصمه بدايه الموسم اللي فات، خسر السوبر ليج. المشكله بقى ايه؟ خسر السوبر ليج. لكن المشكله ايه؟ ان هو رجع لعب مباراه دوري، وقف على فرقته، هدي شويه. لكن هو طالع من ماتشين افريقيا، سوبر افريقي، سوبر مصري، انتركونتيننتال، اربع بطولات. ماتش العين صعب؟ طبعا جدا. طبعا ماتش صعب جدا، رغم ان العين اخر مباراتين ليه مع الغرافه في دوري ابطال اسيا خسران 4-2، وفي الدوري الاماراتي خسران من الوحده 2-1، وعنده مباراه مع الهلال يوم 21 صعبه جدا برده في دوري ابطال اسيا. لا عنده مشكله العين، عنده كذا مباراه قويه جدا. بس يبقى انه بطل اسيا، عنده كتيبه من اللعيبه المحترفين. يكفي سفيان رحيم. لسه جايب مهاجم من الارجنتين، ولسه جايب مهاجم من فورنتينا اعاره. فلا عنده لعيبه مهمه جدا جدا. يمكن اقل الخطوط الدفاع، لكن وسط الملعب وهجوم وبدلاء على اعلى مستوى. فانت عندك مباراه صعبه جدا جدا جدا، ونتيجه السوبر هتحدد بشكل كبير جدا شكل الاهلي في مباراه العين. يعني هتأثر بشكل كبير سلبا او ايجابا في مباراه العين. اكتر فتره ممكن يكون الاهلي اتضغط فيها بطولات واحداث في شهر واحد دي، من هنا لهنا لهنا. وخلي بالك ده كله وانت شغال على عايز تخلص تجيب ملف الصفقات تقفله. ايوه بس ده طبيعي يا جماعه. يعني النادي الاهلي والزمالك ده طبيعي جدا. لا مش طبيعي. ما حدش يجي يقول لي ان اللعيبه مضغوطه. لا مش اللعيبه، او المدرب مضغوط، او الاداره مضغوطه. ليه؟ احيانا انت النهارده بتقود النادي الاهلي، او بتقود بتكلم على فريق كوره كمان، بس مش في شهر. كولر هو انت الاول شهر شهرين. احيانا الاسلام النتائج
بتضغطك. ايوه النتائج دي يعني مشكلتك بقى. ايوه ماشي دي مشكلتك. خلي بالك ان ده حال كره القدم. ايوه ماشي. انت ممكن تكون افضل في الماتش وعامل كل حاجه وتخسر تحطك في ضغط. ماتش الكاس ماتش نهائي الكاس اللي كان بالسعوديه الزمالك كان افضل اخر ربع ساعه الاهلي خلص. مش مختلف مع حضرتك بس انت طالما توليت مسؤوليه نادي كبير مفهوم بحجم النادي الاهلي مفهوم او طبعا بحجم النادي الزمالك عليك طبعا ان انت تتقبل بس الضغوط. بس نتائج ساعات بتحطك في ضغط في جدول زمني معين تخليك مضغوط طبعا بشكل طبعا كبير. بس تبقى المدرجات زي ما قلت لك تبقى المدرجات هتحسم السوبر سواء في قبل النهائي او النهائي. نطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا بعد الفاصل. نرجع تاني بقى ونكمل قصتنا. منتخبنا الوطني رأيك في أداء الكابتن حسام تصريحاته وجهات نظره تغييراته قراراته. والله الكابتن حسام عاوز أقول يمكن في بداية التصفيات الأمم أفريقيا لعبنا ماتشين بأمانة شديدة كان الأداء أفضل من ماتش موريتانيا. يعني كان الماتش أولا بتاع بوتسوانا واعتقد لا بتاع الراس الاخضر اللي هي عملت لنا مشكله في امم افريقيا في كوت ديفوار عملت معانا ماتش جامد جدا يعني ولعبتنا بالصف الثاني وشفنا المنظر عامل ازاي. البدايه في تصفيات امم افريقيا كانت جيده يعني ادوك ثقه مكسبين ورا بعض امنوك. الاداء امام موريتانيا فكره موريتانيا هتتعبنا جدا بكره يعني على الملعب بغض النظر عن العشب الصناعي والكلام بيتقال لكن منتخب مدير فني برضو بيقود فريق شاب عنده فكره بيأديها. كابتن حسام الاداء لم يكن على المستوى المطلوب. انت عرفت تاخد من الماتش اللي انت عايزه انك انت هتكسب وتقرب مسافه محتاج نقطه من الماتش بكره وبتاع لكن ايه الحساب مش هيبقى انك انت مش هو مش الهدف عند الجمهور لما يكلموا لك ما احنا عارفين احنا هنوصل امم افريقيا المغرب ما بعد الوصول امم افريقيا هيبقى ايه الوضع احنا رايحين فين والسكه فين. الحاجه الثانيه ما عجبنيش مساله انك انت عندك ماتش وتدخل في تصريحات هي مش من اختصاصك يعني انت رحت في حدوته الكلام عن الاتحاد اللي جاي والناس اللي جايه ومش عاوزين الناس تيجي والناس اللي قبل كده كلام برضو مش منطقي. انت ليه فاتح معارك يعني عاوز تفتح معارك ليه لنفسك جبهات مش وقتها يعني اتكلم على المنتخب اتكلم على الاستعداد اتكلم على المنافس شايفه ازاي اتكلم على فرقتك جاهزيه الناس اللعيبه بتاعتك عندي هدف هعمل وافكر وبطور وباخد بنزل بالسن واستبعدت فلان فلان عشان عندي يعني عاوز اقول لك ايه خلي الناس تبقى تعيش معاك المرحله. لكن انت تدخل في جبهات ثانيه انا شايفك كان غير موفق على الاطلاق في اطلاقه في هذا التوقيت ما اعرفش ايه سببها. لكن المنتخب مع الكابتن حسام انا شايف الحساب مش هيكون دلوقتي الحساب بعد انتهاء التصفيات والوصول للتصفيات هيبقى في كلام. لكن لو انا اتكلمت دلوقتي على حسام حسن وانتقدته بصوره يبقى انا بعمل يعني مشكله لا يجب ان المفروض ان احنا ندعم هدفنا الوصول لمرحلتين امم افريقيا والوصول لكاس العالم. بعد كده لما اشوف بقى الاتحاد الجديد اللي جاي بقى رؤيته ايه وجهه نظره ايه هيعمل ايه الكلام ده سابي الاوان يا كابتن. رأي في قرار صلاح؟ قرار صلاح يعني هو محمد صلاح شايف ان هيكون صعب بالنسبه له انه يبقى موجود هناك. النجيل الصناعي اداره ليفربول طبعا بالنسبه لهم صلاح ثروه كبيره وقيمه كبيره فبالتالي كانت يعني مصممه ان هو ما يكونش موجود مع المنتخب في موريتانيا. نتيجة طبعا الخوف عليه من النجيل الصناعي من الإصابة. أنت بتتكلم في واحد من أهم نجوم العالم فده أمر طبيعي وده يفيد المنتخب كمان من وجهة نظري إن دايما هيكون في فرصة في مباريات رسمية إنك تشوف المنتخب من غير محمد صلاح لأن في النهاية محمد صلاح هيجي له وقت مش هيكون موجود مع منتخب مصر هيعتزل دوليا هيعتزل بشكل عام فلابد ان المنتخب الوطني يبقى عنده بديل لمحمد صلاح وان كان طبعا ان ما فيش حد بكفاءه وقدرات وامكانيات محمد صلاح لا الفنيه ولا كمان النفسيه للمنافس ان هو طبعا بيكون موجود بيتعمل له مليون حساب من المنافسين لكن لازم انت تشتغل على ضروره وجود بديل لمحمد صلاح خلال الفترة المقبلة ودي برضو مش مركز محمد صلاح بس
لا انت عندك برضو لابد انك تشتغل على ان يكون عندك بديل لمحمد شناوي الفترة المقبلة. مش معنى كده ان محمد شناوي مش هو الحارس الاول لمنتخب مصر، لكن لازم يكون في بدايل في الفترة المقبلة، سواء بقى يطلع مصطفى شوبير، يطلع محمد عواد، يطلع ايا كان حسب رؤية الجهاز الفني اللي موجود دلوقتي او اللي جاي في المستقبل. شايف من وجهة نظر حضرتك الخطوة اللي بعد كده ان شاء الله باذن الله بكرة نخلص الموضوع نقدر نمشي بشكل كويس، هل احنا نمتلك قماشة تخلينا في نقطة بعيدة، تخلينا في كأس العالم نروح نقطة بعيدة؟ ده هيتوقف على شكل استعدادات حسام حسن للفترة اللي قادمة. يعني هو قال نقطة كويسة جدا، اسلام قال نقطة مهمة جدا، انت بكرة ممكن بكرة ان شاء الله بإذن الله نتأهل، ان شاء الله بإذن ناخد النقطة على الأقل ونتأهل او تفوز وتتأهل. عندك مباراتين لسه في تصفيات ممكن تجرب فيهم. وعجبني قوي حكاية ان هو استعان بافضل العناصر من المنتخب الاولمبي، يعني في 5 لعيبة دلوقتي او 6 لعيبة من المنتخب الاولمبي في القوام بتاع المنتخب، دي شيء مهم جدا جدا. اولا بتنزل بمعدل الاعمار ال 24 سنة او 25 سنة بعد ما وصلنا ل 31 و30 سنة في امم افريقيا الاخيرة، ودي كانت حاجة صعبة جدا، فانت بتنزل بمعدل الاعمار ده حاجة كويسة جدا، وتدخل لعيبة شباب أو صغيرة تاخد خبرات من الكبار. أنا وصلت وتأهلت، بستعد بقى، أنا هدفي مش أمم أفريقيا 25، أنا هدفي كأس العالم 26. هعمل إيه في كأس العالم 26؟ بالتأكيد في لعيبة من اللي موجودة معايا دلوقتي أعمارها مش هتديني 90 دقيقة في 26، أعمارها دلوقتي مش هتديني 90 دقيقة أو 3 مباريات كل مباراة كل 3 أيام بنفس القوة. فمحتاج أعمار صغيرة 27 28 في الأعمار دي اللي هي عز اللاعب، فأنا محتاج أأهل وأجهز أعمار سنية صغيرة من دلوقتي تبقى معايا ذخيرة قوية جاهزة. السن بقى بتاع مرموش، بتاع إبراهيم عادل، محمد شحاتة، أحمد عيد، أسامة فيصل، الأعمار دي إضافة إلى عناصر الخبرة، محمد صلاح، زيزو، تريزيجيه، محمد عبد المنعم طبعا يعتبر من العناصر الصغيرة، إذا كان رامي ربيعة، الشناوي معهم طبعا، مصطفى شوبير من العناصر الصغيرة. فلازم يبقى فيه استعدادات، ده هيتوقف عليه شكلنا في كأس العالم. الجزئية اللي قال عليها بس بتاعت محمد صلاح، لو لاحظنا هي مش حكاية بس نجيل صناعي، محمد صلاح لما خرج من في التغيير وقلع الشوز هتلاقي حضرتك الصباع الكبير في رجله اليمين مربوط، واضح ان في اصابه. حتى هو مشي بعد المباراه وراء غرف الملابس ماشي من غير حافي، فواضح ان في اصابه في صباعه الكبير دي. دي يعني ممكن تكون سبب من اسباب ان هو ما سافرش موريتانيا، انه عنده اصابه في صباعه. وان كان انا عارف ان في اتفاق قبل مباراه الذهاب في القاهره ان هو مش هيروح موريتانيا، يعني كان في اتفاق بينه وبين كابتن حسام حسن قبل مباراه الذهاب في القاهره ان هو مش هيروح. فرصه كويسه لحسام حسن يبص على المنتخب في بالتاكيد عدم طبعا في عدم وجود صلاح مهم جدا، مهم جدا، بتدي فرصه مثلا لزيزو يلعب في مكانه الاساسي كمهاجم ناحيه اليمين او هاف يمين يعني قدام، بتدي فرصه لحد تاني من الشباب يلعب بوسط ملعب ناحيه اليمين مكان زيزو، يعني فيها فايده كبيره جدا. خاصة الماتش بكرة ده محتاج يعني ربنا يستر بس الإصابات، يعني ما يبقاش فيه إصابات للاعبتنا. نجيل الصناعي ده صعب جدا 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 على الركبة وعلى الظهر، فربنا يستر بكرة. الماتش هيبقى قوي جدا، ماتش صعب جدا، فريق منظم جدا، والجمهور في الملعب شرس جدا، جمهور موريتاني، والملعب ضيق والجمهور تحس انه قاعد معاك في الملعب، ونجيل صناعي، فلا فمباراة صعبة جدا، نتمنى انها تخرج لبر الامان يعني. ان شاء الله باذن الله تعدي على خير وينتصر منتخبنا الوطني. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع نجومنا بعد الفاصل. نرجع تاني بقى ونكمل حديثنا. هل المباريات المعركه اللي احنا عمالين نصورها ونحلم بيها كده تستحمل حكام اجانب ولا مصريين؟ مصريين عادي. طبعا. انا خايفين
لا انا عادي انا معاك. لا انا بكلمك مصريين، انا مصريين. لا عاوز اقول لك على حاجه، التحكيم واخطائه الكل بيستفيد منه عشان ما نضحكش على بعض. واحنا هنا في الاول ده مش معنى الاستفاده، الاستفاده بالاخطاء كل واحد مثلا بيان الاستفاده. لا انت عمر حضرتك سمعت في تاريخك عن حد طلع بعد ماتش قال لك الحمد لله انا النهارده استفدت من التحكيم؟ حد انا بكلمك انت سمعت على يعني بقى لنا 100 سنه في الاعلام. انا بقول لحضرتك احنا انا اتظلمت. طب كله بيتظلم لصالح مين؟ ده بيتكلموا في رميه التماس. احنا عشان كده مش هنطلع قدام. يعني لازم نتجاوز المرحله، والناس برضو بتتفرج وتشوف لازم تهدى. يعني حضرتك رأيك مصري؟ لا مصري خلاص اتخذ القرار بالموضوع ده، ولا انت هتقدر تغيره ولا انا هقدر ايه اقول لك هات اجانب. طيب انت دول مش هم دول اللي انت قاعد تفخر بيهم في امم افريقيا وانت احنا وصلنا المرتبه ومفروض ندعمهم والكلام ده؟ هنا على الحكام ان هم يتحملوا المسؤوليه وان ينسوا الالوان نهائيا، وفكر واحد فكر في نفسه ده سهل. ازاي انا عايز انجح؟ ده على فكره ما تقوليش بقى الضغط والخوف. لا لو كان كده يبقى خلاص نقفلها ولا حد. لا 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 بص حضرتك، هو اللي صدر ازمه حكام اجانب ولا مصريين في السوبر المصري هو مين؟ كابتن محمد رمضان لما طلع وقال ان النادي الاهلي بيطالب بحكام اجانب. هل ده تصريح جزء منه ذكاء كبير جدا جدا بيتسم بيه محمد رمضان؟ ممكن ان هو بيضغط على الحكام المصريين قبل بطولة السوبر. لا 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 لا، وثم تراجع بعد كده النادي الاهلي ووافق. وفي الاهلي بعد جواب محمد رمضان. هي وجهة نظري يا استاذ محمود. هي وجهة نظري محمد رمضان ايه اللي دخل بعد هو محمد رمضان هو النجم الكبير. ايوه ممكن تكون لما يطلع ويتكلم هو محتاج يبعت خطاب. خليك معايا بس واضح على يا استاذ محمود ده مسؤول كبير، ده اهم مسؤول. ممكن تكون وجهه نظر كابتن محمود الخطيب داخل النادي الاهلي دلوقتي. ممكن تكون ممكن وانا بسالك تكون وجهه نظر، وممكن النادي يكون خلاص دي وجهه نظر ان عايم مصري. انا وجهه نظري انه ذكاء كبير جدا. انت رايك اجنبي ولا مصري افضل؟ لا في مباريات تستدعي الحكام المصريين وفي مباريات تستدعي الحكام الاجانب. البطوله دي تستدعي ايه؟ البطوله ديت المباراه النهائيه في حال التأهل الأهلي والزمالك تستدعي حكم أجنبي. أستاذ شريف طبعا بص حضرتك أي مباراة بياخدها الأهلي أو الزمالك ضد أي فريق عادي بيحكمها مع حكم مصر، لأن دي مباراة ليها ظروفها الخاصة، لكن أهلي وزمالك ده ظرف طارئ. صح. بص حضرتك لو رجعت كده ماتش السوبر ده لو الماتش خلص بركلة الجزاء كنا لسه قاعدين لغاية دلوقتي بنتكلم فيها. صح. لو الماتش خلص بركلة الجزاء دي رغم إن كل مصر او كل الناس بعد الماتش قالت انها ركله جزاء، لكن لو كانت خلصت بركله الجزاء دي كان زماننا لغايه دلوقتي مصر بتتكلم فيه. هو مش كل مصر، هو 50% من مصر ماشي. لا 30 بس 30% 70 30 70 30%. انا بحب قوي جمله 70 30 قبل السوبر حضرتك. فكان زماننا لغايه دلوقتي بنتكلم. فبص كل مباراه اهلي وزمالك ظرف طارئ، ممكن تحصل حاجه ما يستحملهاش حكم مصري. صح. لازم حكم اجنبي لو وصلوا للنهائي. صح. لو وصلوا للنهائي ممكن يبقى اماراتي. ممكن يبقى حكم اماراتي. لا ازاي؟ لو لا 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 ممكن اسال حضرتك سؤال؟ لا 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 انت كده بتخلص خالص. لو 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 نفترض ان المباراه النهائيه اهلي وزمالك. المباراه النهائيه. اصعب ولا السوبر الافريقي اصعب على الفرقتين؟ لا لا هي لا السوبر الافريقي طبعا. مش هتفرق. لا 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 الاهلي والزمالك انا قلت لحضرتك لو مباراه وديه لو بيلعبوا في دوره رمضانيه اهلي وزمالك يا فندم ماتش الاهلي والزمالك الكره السياديه الكره النسائيه اتعمل عليه بروباجندا قد ايه يا استاذ شريف؟ ماتش اهلي وزمالك القدامى اللي هو خالد غندور وهشام حنفي الرجاله اصحابنا لا عموما بيبقى فيه شد بيبقوا نازلين دوره رمضانيه دلوقتي باسكت وفولي وكل المباريات خبر السوشيال ميديا السوشيال ميديا حكم اجنبي لمباراه الاهلي والزمالك للحفاظ على الحكم المصري. صح. شرفتنا يا استاذ محمود. يخليك. شرفتنا ونورتني. اسلام شرفتنا ونورتني. كابتن سيف مبروك عليك وبشكرك. الله يخليك. مبروك عليا ايه؟ انت اللي زملكاوي. لا انا مش زملكاوي. انت جاي تفاجئنا النهارده. لا 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 انت فين الناس اللي قالوا لك انت اهلاوي دول؟ مين اسمهم ايه دول؟ كل الناس اسمهم ايه؟ مين؟ لا لا انت الوحيد بس يا استاذ شريف شرفتنا ونورتني. ربنا يخليك. خلصنا حلقتنا النهارده مع ثلاثه من القادرين الكبار، بشكرهم شكرا جزيلا، اشوف حضراتكم ان شاء الله على الف خير.